الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات ثنائية مع قادة كوريا الجنوبية والأرجنتين واليابان على هامش مشاركته في قمة العشرين بالجمهورية الصينية. رئيس الحكومة يعلن تعيين وزير جديد للتموين خلال أيام، ويبحث أزمة الألبان مع المحافظين عبر وسيلة الفيديو كونفرنس. استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى الأراضي السعودية، وشركة مصر للطيران تختتم جسرها الجوي غدا لنقل الحجيج. وزير النقل طرح 180 ألف مقعد بالسكة الحديد ولا زيادة في أسعار التذاكر. وجهاز الكسب غير المشروع يستمع لأقوال أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم ورد وفل وياسمين. أحلى سادة مشاهدين، مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2016 من الميلاد. خلونا نبدأ الكلام أولا بخير الكلام بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خير الأنام. وخلونا نبدأ الكلام في المسألة العجينية أو في النائب إلهام عجينة. الحقيقة اللقاء اللي احنا عملناه امبارح في الحياة اليوم مع سيادة النائب إلهام عجينة، إلهامي أنا آسف، ماشي ماشي تمام، بس لا تمشي ولا تقف. الحقيقة أنا فوجئت بردود الأفعال. أنا طبيعي إن كنا متوقعين إنه اللقاء ده هيعمل ردود أفعال ومتابعة واهتمام وجدل وكذا، بس ما كنتش متخيل الحقيقة إنه يعمل هذا الجدل لدرجة إنه تقريبا السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والإلكترونية كلها ما كانش ليها حديث غير عن اللقاء اللي احنا عملناه مع السيد النائب إلهامي عجينة، والكلام اللي هو قاله والجدال اللي انا دخلت فيه والمشاكسات ومعارضتي طبعا على طول الخط لكل كلمة قالها في الحوار. بس انا الحقيقة مش بكلم حضراتكم دلوقتي في المسألة العجينية علشان لا أتريق على الرجل ولا أسخر من النائب المحترم، كل الأشخاص انتوا عارفين محترمين ومقدرين عندنا. إحنا بننتقد الفعل وليس الفاعل، انتوا عارفين مبدئي اللي أنا بحاول قدر الإمكان طول الوقت إن أنا أمشي بيه، إن أنا أنتقد الفعل واحترم الفاعل، إن أنا أقتل المرض بس ما أقتلش المريض، إن أنا أكره المعصية بس ما أكرهش العاصي، بالعكس أدعي له بالهداية. هي دي المنطق عشان ما يبقاش فيه شخصنة في الأمور، وبالتالي الشخصنة تؤدي إلى خلاف، والخلاف يؤدي إلى صدام، والصدام يؤدي إلى حرب. وفي رأيي ده مش إعلام. فأنا خلافي مع السيد إلهامي عجينة امبارح كله كان خلاف موضوعي حوالين الموضوع اللي هو بيقول. وأنا هنا مش هتكلم عن اللي قاله وأقعد أفنده تاني وأقول إن اللأ والمنشطات واللي بياخدوها مش عاجزين جنسيا، ولا إن الشعب المصري أرجل شعب في العالم وبتاع. أنا قلت الكلام ده وفي رأيي أنه كلام لا يحتاج إلى إضافة، وأن الرجال المصريين لا يحتاجون إلى الدفاع عنهم لأنهم مش في قفص الاتهام. أعتقد أن الرجال المصريين بمواقف وبأخلاق وبشنبات وبكل حاجة، يعني تاريخهم معروف وحاضرهم معروف، وإن شاء الله مستقبلهم كمان يسجل بأحرف من نور. لكن أنا اللي يعنيني هنا هي المنهج اللي بيتبعه الأستاذ إلهامي عجينة أو غيره، وهي فكرة خبط التشويه لمصر عمال على بطال، والنية الإصلاح. أنا قلت لكم أن أنا مؤمن طول الوقت بالمقولة التي تقول أن الطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا. يعني أنا ماليش علاقة بنيتك، زي الأخ تيمور السبكي أنا التقيته بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم البذيئات في حق نسائنا الصعيديات المحترمات الفاضلات العفيفات، والتقيته قبل ما ياخد الحكم ويتحبس وكذا، وقعدت معاك كلمت. النية تمام، يقول لي أنا نيتي مش عارف إيه، والإصلاح كذا، والمذكرة والتقرير اللي أنا جايب منه كذا، ومركز الإحصاء اللي قال كذا. كل الكلام ده أنا لا يعنيني. الكلام اللي يعنيني اللي أنت بتقوله ده، أنت مدرك وقعه، مدرك نتيجته،
مدرك اثاره على البلد اللي انت عايش فيها ولا لا؟ لما تيجي تتكلم عن نساء مصر يجب ان تقف احتراما اولا قبل ان تتحدث عن شرف نساء مصر، وخصوصا نساء الصعيد اللي هم شرف الشرف. وكذلك بالنسبه للسيد النائب عجينه، عندما تتحدث عن رجال مصر لا، لازم نتكلم بمنتهى الاحترام. ولو انت يعني زي ما بيقولوا كده واكلاك الحميه قوي على فكره التقرير اللي جالك وكده، يبقى تتفاعل مع الموضوع بمنتهى الحساسيه ومنتهى الحذر، وتقوله في اضيق نطاق، مش تعمل هذا الشو. في كتير قالوا لي والله اللي بيعمله ده عايز يشتهر وعايز كذا، وانا بقول لهم انه مستحيل يكون عايز يشتهر هذه الشهره السلبيه، لانه في النهايه أساء لنفسه باعتباره رجل مصري، وأساء لنا جميعا، وأساء للدولة المصرية، خصوصا أنه عارف أنه هو كبرلماني أحاديثه هتبقى واسعة الانتشار والاهتمام، وكمان بيتكلم في وسائل إعلام مصرية، الوطن العربي كله إن لم يكن العالم كله بيتابعنا. فبالتالي أنا نصيحتي للسيد إلهامي عجينة ولتيمور السبكي ولغيرهم من النشطاء والسياسيين وال 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 زي بالضبط المقولة في رأيي السخيفة. احنا دلوقتي عاملين افكت ورا كده شغل عالي برج القاهرة وبتاع. المقولة السخيفة اللي لو حقيقية انا هبقى زعلان منه جدا جدا، الزميل الاعلامي باسم يوسف اللي دلوقتي مسافر خارج البلاد وبقاله فترة ما بيقدمش برنامجه. باسم يوسف صديقي، وانا بختلف معاه في اشياء كثيرة عملها في الفترة الاخيرة، لكن انا سمعت او تناهى الى مسامعي انه قال في الفترة الاخيرة او وصف الجيش المصري بميليشيات الجيش المصري. ولو كان باسم يوسف قال كده فعلا، انا بقول ما عنديش دليل، انا سامع ان في ناس بينتقدوه على كده، فانا اريد انه يطلع ويوضح موقفه، يقول ايوه انا قلت كده خلاص، يبقى ساعتها يتحمل هذا النقد والهجوم، او يقول لا يا جماعه انتوا حرفتوا كلامي، انا ما قلتش الكلام ده وفي ناس بتحاول تشوهني. لكن لو قيل هذا الكلام سواء على لسان باسم يوسف او حتى في بعض الناس بيقول لك لا ده مش باسم يوسف ده يسري فوده، ايا كان قائل هذه الكلمه، هذه جريمه في حق الجيش المصري والدوله المصريه. الجيش المصري مش ميليشيات، الميليشيات دي بتتقال على البلطجيه، بتقال على العناصر المسلحه اللي بيتم استئجارها كمرتزقه للقيام باعمال ارهابيه او اعمال عسكريه في مقابل المال. لكن جيش مصر ما يتقالش عليه لا مرتزقه، ولا يتقال عليه ميليشيات، ولا حتى يتقال عليه عسكر. مش شيفونيه، ومش عشان بس ما حدش يتقالك بقى عبيد البياده وكذا، مع ان البياده تستحق ان احنا نضرب لها تعظيم سلام، لان لابس هذه البياده بيستشهد عشان حضرتي وحضرتك تعيش، عشان الوطن ده يفضل رافع راسه في عزه وكرامه. ففكره بس التريقه السخيفه واحنا قاعدين قدام المروحه كلام سخيف يجب ان يتوقف. من قال على الجيش المصري انه ميليشيا عليه ان يعتذر، والا وجب عليه العقاب. طيب، فيعني الكلام اللي انا قلته كله في منطق انه ارجوكم بلاش الهري من اجل الشهره، والنتيجه ان في بلد بتدفع الثمن، سواء بقى الجيش، سواء رجاله مصر، سواء نساء مصر، سواء يعني في النهايه بلد طول الوقت بتدفع الثمن بسبب بعض الناس اللي على قلبهم مراوح ومش فارق معاهم الكلام اللي بيقولوه. ارجوكم خلوا بالكم من بلدكم، احنا عاملين دلوقتي زي ورقه السيجاره، اي خبطه حتى لو بكلمه بتجرحها. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيواصل زيارته في يومها الثاني لجمهوريه الصين. قلنا لحضراتكم امبارح انه وصل الى مدينه جانتشوا، تهيألي حاجه كده، انتوا عارفين الاسماء الصينيه صعبه شويه، جانتشوا او تشانجو حاجه كده، وهي المقر اللي بيستضيف قمه العشرين. والنهارده الرئيس الصيني استقبل كل القاده والزعماء الضيوف على قمة العشرين في الصين. خلوني أقول لكم حاجتين، الحاجة الأولانية متعلقة ب ما هي أهمية هذه القمة، رقم اتنين هقول لكم كواليس الافتتاح النهاردة أو كواليس الاستقبال للرئيس الصيني للزعماء والقادة والرؤساء. أولا قمة العشرين، وأنا مش هطول قوي في دي لأنه عندي فقرة كاملة بعد المقدمة الإخبارية عن قمة العشرين ومشاركة مصر في قمة العشرين وأهمية هذه الدول التي تصنع التنمية والاقتصاد في العالم من خلال تواجدها في قمة العشرين. وقدامنا دلوقتي على الصورة استقبال الرئيس الصيني لعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
قمة العشرين يا سادة هي القمة التي تقريبا تحمل اقتصاد العالم، هي القمة تقريبا التي تشكل توجه الاستثمارات وأموال ورؤوس أموال التنمية على مستوى العالم. قمة العشرين يا سادة هي القمة التي يتواجد فيها أهم زعماء وأكثرهم تأثيرا على مستوى العالم. ويخطئ من يظن، يخطئ من يظن أن هذه القمة اقتصادية بحتة 100% فقط. هذه القمة عنوانها اقتصادي، عنوانها مشاريع وتنمية واستثمارات، لكن طول الوقت اللاعب الرئيسي والبطل الرئيسي والجوكر يبقى هو السياسة. السياسة هي التي تحرك كل شيء، السياسة هي التي تحرك الدولار، السياسة هي التي تحرك قرارات الدول سواء بالاستثمار أو عدم الاستثمار، بتنمية هذه الدولة أو بتخريب هذه الدولة. ألا لعنة الله على السياسة في كل كتاب. الأستاذ محسن سميكة، محرر شؤون الرئاسة بالمصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ محسن. مساء الخير يا أستاذ سامي، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بتفق معك في كل كلمة وحرف ذكرته. قبل ما ابدا مع حضرتك المداخله وقبل ما تسالني السؤال اللي هو ماذا يروى عن القمه، بس طبعا ما لازم حضرتك تسال، بس انا اتفق معاك ان هي قمه اقتصاديه اسما وسياسيه فعلا. احسنت. هي فعلا قمه سياسيه وطغت عليها الاحداث السياسيه اليوم، وانا يمكن عملت تقريري او رسالتي الاساسيه الصحفيه لمصر اليوم بهذا العنوان، بهذا العنوان انها يعني اقتصاديه اسما وسياسيه فعلا، ولكن يمكن بعض المراقبين بقى والمتابعين برروا بانها يعني السياسه طريق الى الاقتصاد والاقتصاد طريق اليه منه الى السياسه، هما يعني عنصرين مكملان للعمليه سواء سياسه او اقتصاد، بما ان طبعا ان في 6 دول تقريبا مشاركين الناميه وفكره بحث استثمارات في هذه الدول الناميه حتى يعني تصفو وتجد مكانها بين الكبار، ليس بمقدارهم ولكن في طريقهم بالنسبه للمشروعات وغيره، لان النماء في هذه الدول وفكره ضعف الاقتصاد يمكن ادى الانتشار او الثالوث تحديدا ادى لانتشار الفقر والجوع والمرض لانتشار بؤر ارهابيه وانتشار قوى الشر اللي هي بيها عانت اوروبا ولذلك تعاني طبعا الاتحاد الاوروبي وقدمته فرنسا وبلجيكا من احداث ارهابيه كثيره مؤخرا. فاذا الاقتصاد طريق لاصلاح السياسه حسب ما وصفه. انا طبعا هتفضل الاول اسمع سؤال حضرتك اللي هتساله لي وبعد كده ممكن نكمل حوار كده. لا ما هو بسم الله ما شاء الله انت مش محتاج اسئله يا استاذ محسن. خليك. قل لي يا استاذ محسن النهارده الاجواء كانت عامله ازاي، وادينا بعض الكواليس من خلال متابعتك للافتتاح النهارده. انا بالنسبه لي يعني اللي سرق الاضواء وخطفها بالفعل النهارده فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الحقيقه يعني كان الحصان الاسود بتاع هذا اليوم، اليوم الاول للفعاليات القمه، من حيث ظهور، من حيث الاحاديث المتبادله بينه وبين كل الوفود المشاركه، من حيث اصطحاب الرئيس الصيني منذ مصافحته على السكاده الحمراء وهو امر بروتوكولي متعارف عليه طبعا في القمه، صعودا الى صعد حوالي 3 ساعات من كهرباء مع بعض لغايه مكان القمه نفسه، وكانها يعني رسائل، انا اسف ان انا اقول باللغه الدارجه المصري بتاعتنا انه كانوا بيطلع لسانه لاوباما يعني، يعني رسائل الصينيه الروسيه كانت متعدده النهارده من الجانب الامريكي، ويمكن اقصد تحديدا يعني المده دي تجاوزت حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق اصطحب فيها الرئيس الصيني والرئيس الروسي الى مقر القمه. طبعا في مناوشات كثيره يا استاذ تامر ومبارزات اذا صح التعبير وحضرتك تسمح لي استاذ انت طبعا فضل. بين فلاديمير بوتين وبين الرئيس الصيني وبين اوباما، بين الاداره الصينيه وبين الاداره الامريكيه. بدات حينما وصل قبل ان يصل اوباما او تخطو قدماها الى هنغوتشو كان اصدر تصريحات عاتب فيها الجانب الصيني وقال ان هو بيستعرض قوته سواء في قضيه البحر الصيني اللي عليه خلاف او نزاع او ما يتعلق بقمه العشرين، وكانه بيستعد الجميع قبل قدومه. عندما قدم بالامس كان استقبال راته الاداره الامريكيه ومكتب اوباما تحديدا انه غير لائق، لم يكن اليه سلم خاص بالطائره، السلم اللي بيعد امام الطائره حتى يهبط من خلاله، لم تكن هناك سجاده الحمراء اللي هي برتقاليه متعارف عليها ما بيخطو عليها حتى يخرج من صاله كبار الزوار. وحينما اعترض احد افراد معاونيه او مكتبه تحدث احد المسؤولين الصينيين هذه ارضنا نفعل بها ما نريد، وكانه يعني برضه بطريقتنا احنا اذا كان عاجبك يعني بطريقتنا في استقبالنا ليك. تمام. ويمكن ده ظهر النهارده كمان في تحركات، يعني انا بشعر ان كان بيعامل في القمه على اعتبار ان هو اللي ضيف شرف، مش مصر بقى ولا سنغافوره ولا الدول الثلاثه المدعوه، لا هو على اعتبار ان ايامه في الحكم معدوده،
والجميع يعني كانه بيتعامل معاه باشارات السلام، يعني مع السلامه الراجل خلاص بينهي مدته وراحل، ولكن راحل بمشاكل وبخلافات. ويمكن النهارده انا سالت احد المصادر على فكره يعني انه ذهب خصيصا لمحمد بن سلمان ولي العهد وصفحه في مكانه، ان هو في لقاء بيرتب او بيعدي اليه يجمع بين بوتين وبين محمد بن سلمان. فواضح ان الاجندات السياسيه او اجنده السياسه هو بعض المراقبين يا استاذ محسن عللوا الحركه دي، قال لك لما لقى اوباما هذا التجاهل او هذا الاهمال من الرئيس الصيني واحتفائه برؤساء اخرين وبتاع، حاول انه يعني حفاظا على ماء الوجه انه يتوجه لمحمد بن سلمان ويصافحه ويجري معه حوار سريع كده كنوع من انواع يعني حفظ الكرامه. مظبوط. وكمان الجانب اخر كمان كان ضاف لمواقف عكس سليمه، وكان حد ثاني بيقول ان هو في لقاء هيجمع بين محمد سلمان وبوتين، ويمكن بيحاول يعكر صفو هذا اللقاء اوباما بما يعني فعله من تداخل، لكن كان واضح طبعا بشكل كبير جدا جدا تجاهل المدعوين. حتى اللقاءات او الاحاديث الهامسيه، الحديث اللي في الاذن يمكن ما كانش طرف فيها خالص، باستثناء انه وقف مثلا بدقائق مع رجب طيب اردوغان اللي هو التقاء ايضا بالامس، وكانت جلسه مطوله جامعه اوباما وجامعه رجب طيب اردوغان في مقر طبعا اوباما، ولقاءات اخرى كانت ثنائيه متعدده. يمكن لو في تمثيل ضعيف، لو هينفع نحط ارقام، هيكون امريكا طبعا ممثله في باراك اوباما، الصعود القوي اللي ظاهر لروسيا عندنا ملفين مهمين يا استاذ سامر. لو طب قبل الملفين يا استاذ محسن، هل صحيح الاخبار اللي قالت انه يعني اذا كان في درجات او مستويات للحفاوه ففي ثلاث رؤساء اللي احتفى بيهم الرئيس الصيني بخلاف طبعا بوتين؟ بوتين يعني كان خارج المنافسة، كان هو البطل والنجم اللي متصدر الشاشات والشباك هناك. لكن في ثلاثة قال لك احتفى بيهم جيدا، كان من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان رجب طيب أردوغان إضافة إلى فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي. مظبوط طبعا، بتفق معاك. النهارده كان اول لقاء بدا بيه الرئيس الصيني في اللقاءات الثنائيه. النهارده تقريبا الراجل حايز على الرقم الاول في اللقاءات الثنائيه، عمل حوالي 10 لقاءات او 11 لقاء ان لم يخن الذاكره يعني، مع رؤساء وزعماء دول مختلفه. كان اول لقاء منهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن ظهر كمان في البيان اللي نظره السيد السفير علي يوسف المتحدث باسم الرئاسه ب شكر الرئيس السيسي لرئيس منظمه الصين على دعوه مصر لهذه القمه، وايضا اتفاق الرئيس الصيني مع الرئيس السيسي على تدعيم العلاقات وزياده حجم التبادل التجاري. احنا بالنسبه لنا الصين ثاني شريك تجاري، واحنا كمصر وباقي الدول العربيه تقريبا الشريك السادس برضه الرقم اذا كان في ذهني حاضر، حوالي 11 مليار دولار امريكي حجم الاستثمارات الامريكيه في مصر، وده رقم كبير وبنبغي طبعا تعزيزه الفتره المقبله. بس الصين تعلم جيدا مدى وقوف مصر على اقدامها الفتره الاخيره، تعرف تماما ان هناك عاصمه اداريه وهي مشتركه في جزء كبير من مشروعاتها. تعلم تماما ان محور تنميه محور قناه السويس وهي ايضا شيء كبير ان لم يكن الاكبر في تنميه هذا المحور. فدعوه مصر تستمر حتى معاها في الحكايه دي لا قائمه على العطف ولا الحب ولا الموده ولا كونه جيزرنا في مصر. فعزمنا القضيه قضيه على ان هو بيعتمد على الترويج الاستثماري بالنسبه لنا احنا، غير طبعا قضيه الحزام الحرير والطريق الحرير. القصه دي كلها متعلقه باقتصاد الصين، وباقي الدول الغربيه لا تعرف العواطف ولا المشاعر. طيب استاذ محسن انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني وفيت وشفيت، معلومات كافيه جدا جدا سواء من حيث الاخبار او حتى من حيث الكواليس، وفعلا الكواليس اللي قالها الاستاذ محسن متطابقه 100% للمعلومات اللي وصلت لنا، ان كان في حفاوه خاصه من الرئيس الصيني للرؤساء الثلاثه عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان وفرانسوا اولاند مع حفظ الالقاب رؤساء مصر وتركيا وفرنسا. اما بوتين فكان خارج المنافسه، بوتين كان تحس ان هو صاحب بيت، يعني الصين كانت بتعامله وبتعامل روسيا كانها انت مش ضيفه زيهم، انت صاحب بيت. وزي ما قال الاستاذ محسن انا متفق معاه ان دي في النهايه رساله سياسيه الى كلام ليك يا جاره لاوباما. النهارده اوباما استقبل أسوأ استقبال ممكن يستقبله رئيس دوله الواء الواء، مش عايز اقول دوله ثانيه عشان حتى ما يزعلش شعبها. استقبل زي ما قال الاستاذ محسن في المطار استقبال سيء جدا، مفيش سلم للطياره كهرباء ينزل زي ما ينزل، مفيش سجاده حمراء. وزي ما ترد عليه لما حد من الوفد قال لهم ما يصحش كده، قال لهم دي بلدنا واحنا نعمل فيها اللي احنا عاوزينه. ثم لما راح قصر المؤتمرات اللي فيه الاجتماع والافتتاح، تقريبا الرئيس الصيني كان عامل انه مش شايفه طول الوقت، واقف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بوتين مع كذا وبيتكلم وبيتصور ومش عارف ايه، وسايب الرئيس اوباما واقف على جنب كده لحد ما اوباما ما صدق لقى محمد بن سلمان قال له اهلا شيخ محمد ازيك والنبي اقف معايا بس لحسن انا مش لاقي حد اكلمه. ف
فواضح قلت لكم ان السياسه هي في النهايه لها نصيب الاسد حتى وان لبست ثوب الاقتصاد. النهارده رئيس الحكومه اعلن انه وزير التموين الجديد اللي مقعده شاغر الان سيتم تسميته وسيتم الاعلان عنه خلال ايام. حضراتكم عارفين انه منصب وزير التموين قد خلى منذ حوالي اسبوع او 8 أيام بسبب استقاله او اقاله، انا قلت لكم ان هو الوزير المستقيل او المقال واختصارا سميناه الوزير المستقال دكتور خالد حنفي بسبب التهم التي تلاحقه بفساد منظومه القمح واهدار المال العام والتكسب وتربيح الاخرين واشياء اخرى كثيره. فرئيس الحكومه قال ان تسميه وزير التموين الجديد خلال ايام، وما قالش رئيس الحكومه هنا انه هيبقى لوحده ولا مع اخرين، لان الكلام كله بيتداول ان في من 4 إلى 6 وزراء سيتم تغييرهم في تعديل وزاري محدود مش تغيير كامل للحكومه. الكلام كله 90% بيقول كده، بيقول ان في من 4 إلى 6 حقائب وزاريه سيتم تعديلها. النهارده رئيس الوزراء ما جاب سيرتهم، قال وزير التموين الجديد اللي هيخلف خالد حنفي هنسميه او هنعينه كمان ايام. هل ده معناه انهم استقروا على وزير واحد بس وهيسيبوا التانيين، ولا الاسئله جت في هذا السياق؟ الله اعلم. النهارده كمان وفي اتساقا مع هذا الموضوع، جهاز الكسب غير المشروع استمع الى الساده اعضاء لجنه تقصي الحقائق المشكله من قبل البرلمان المصري حول فساد القمح وتوريده والشون والصوامع وما الى ذلك. استمع الى السيد النائب المحترم رئيس اللجنه مجدي ملك بالاضافه الى النائب مصطفى بكري وزميلنا الكاتب الصحفي، وقالوا شهادتهم وقالوا اقوالهم. وخلوني اسمع الاول ماذا دار في هذه الجلسه من النائب الاستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا مصطفى بيه. مساء الخير استاذ. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. بماذا شهدت على وزير التموين النهارده؟ يعني اولا دعني اعلق على كلامك الاولي، بالفعل يوم الثلاثاء القادم سيعلن اسم وزير التموين في البرلمان. تمام. ومعلوماتي انه شخصيه ذو خلفيه عسكريه له علاقة بمسائل التموين والإمداد، وأعتقد أن هذه الشخصية هي اختيار دقيق لهذا المنصب الحساس والمهم في هذه الفترة. الأمر الثاني أنه حتى الآن هناك وجهتي نظر، وجهة نظر تقول بالفعل بضرورة إجراء تعديل وزاري بالمرة مع تسمية وزير التموين الجديد. أيوة. وهنا سيتناول التعديل الوزاري أيضا كما تفضلت حوالي من 5 إلى 6 وزراء. تمام. ووجهة نظر أخرى تقول فليكن التعديل الوزاري مع دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لأنك تعرف أن المادة 147 من الدستور تعطي البرلمان الحق في الموافقة أو رفض اي وزير يطرح اسمه. صحيح. بمنطلقه من هذه الماده باغلبيه نصف. فربما يتم ارجاء القصه الى بدايه اكتوبر ودور الانعقاد الثاني. وارد، لكن حتى الان لم يحسم الامر، الذي حسم هو فقط مساله تسميه وزير التموين الذي سيدلي باسمه. ممتاز. وحضرتك قلت لنا انه وزير صاحب خلفيه عسكريه له خبرات. نعم. كثيره في مساله الامداد والتموين. نعم. تمام. نعم. تمام. الأمر الثاني، الحقيقة أنا تقدمت ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع. أيوه. ضد وزير التموين وواقعة سامي رميس، لأنني عندما ذهبت إلى النيابة العامة، نيابة الأموال العامة، انصب التحقيق فيما يتعلق بإهدار المال العام. لكن القضية الأساسية، هناك جلست 7 ساعات أتحدث عن منظومة القمح وفسادها واستيراد السكر. 7 ساعات يا استاذ مصطفى؟ نعم، من 12 الى 7 مساء. يا نهار ابيض. اليوم 5 ساعات ايضا امام جهاز الكسب غير المشروع، تحقيقات امام دكتور محمد ايوب رئيس اداره الفحص والتحقيق. والحقيقه كان مستشار عادل السعيد يولي اهتماما خاصا بهذه التحقيقات، وشكل فريق عمل من جهاز الكسب غير المشروع فحص بداية التقرير، استدعى شخصيات من الرقابة الإدارية ومن مباحث التموين، وتم الاستماع إلى أقوالها قبل ذلك. ونحن ذهبنا اليوم بعد التحقيقات التي جرت معي، طلبت خلالها أولا بسرعة
وضع اسم وزير التموين في اسماء الممنوعه من السفر. طالبت باستدعاء مدير فندق سميراميس لمعرفه الرقم الحقيقي في ضوء ما هو مقدم من اسعار من فندق سميراميس، وكانت الاسعار المقدمه حوالي $750 للجناح والغرفه في اليوم الواحد، ناهيك عن المأكولات والمشروبات. فطلبت بمعرفة هذا الأمر، طلبت بالاطلاع على الفيزا كارد التي كان وزير التموين السابق يقدمها لسداد الأموال الشهرية، ومعرفة مصادر هذه الفيزا، خصوصا وأن راتب الوزير لا يزيد عن 30,000 جنيه. طلبت أيضا بضرورة التدقيق في التصريح الذي أعلنه السيد محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين الذي قال إن المصاريف الشهرية لا تتعدى 150,000 جنيه شهريا. تمام. كل هذه الأمور هي طلبتها، طلبت بالعمل بها، وطلبت أيضا بمراجعة صفقات استيراد السكر التي جرت في العام الماضي. وما هل طلبت كمان يا استاذ مصطفى مراجعه اقرار الذمه الماليه لخالد حنفي؟ طبعا طلبت بفحص وتدقيق اقرارات الذمه الماليه طيله السنوات الماضيه وحتى قبيل ان يتولى مهام منصب وزير التموين. وكل هذه الامور هي على الفور بدا جهاز الكسب غير المشروع في ارسال الخطابات المعنية لكل الذين سيتم استدعائهم والاستماع إلى تحقيقات خاصة بهم، كما أنه يتم دراسة منع خالد حنفي من السفر بقرار من جهاز الكذب ربما يصدر خلال ساعات. وكل هذه أمور حقيقة تمضي في طريق، يعني يؤكد أن العدالة ماضية في طريقها، ويؤكد أنه لا أحد فوق القانون. تم طبعا الاستماع أيضا إلى أقوال السيد النائب مجد ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق، وغدا ربما يتم الاستماع إلى أقوال اللواء مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق، وكذلك السيد الزميل توحيد ثامر عضو لجنة تقصي الحقائق. ممتاز. مصطفى بكري الكاتب الصحفي والنائب في البرلمان، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ مصطفى. فعلا يعني المعلومات وفقا لكلام الاستاذ مصطفى انه ربما خلال ساعات يصدر السيد النائب العام قرارا بمنع الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل او السابق و37 متهم اخرين، يصدر قرارا بمنعهم من السفر حتى نهايه التحقيقات كاجراء احتياطي. والناس ما بتبقاش يعني فاهمه يعني ايه اجراء احتياطي، يعني بيقول لك انا دلوقتي متهمك بكذا، لو ثبت الكلام وانت كنت سافرت خارج البلاد اجيبك ازاي حكمك؟ فانا بقول لك لو سمحت خليك في ضيافه مصر لحد ما تخلص التحقيقات، اذا ثبتت براءتك انطلق. فطبعا هيتراجع بقى اقرارات الذمه الماليه، وهتراجع الفيزا كارت، وسريه الحسابات لازم هيتم الاعلان عنها، وكل شيء هيبقى علنا جهارا نهارا، والبينه على من ادعى. بسرعة عشان عندي فاصل، في خبرين هقولهم لكم كده كعناوين. الخبر الأول متعلق بأن رئيس الحكومة أثناء التصريحات اللي قالها من شوية متعلقة بوزير التموين كان بيبحث مع السادة المحافظين كل في محافظته عبر وسيلة الفيديو كونفرنس، اللي هو الحاجات اللي أنا ما بعرفهاش دي، حاجات التكنولوجية اللي أنتوا بيبقى قاعد بص على الكمبيوتر وشايفينه، وهو شايف المحافظين كل واحد شايفه في كل محافظته. والموضوع كان بيتكلم مع المحافظين عن موضوع الألبان، انتوا عارفين الأزمة اللي احنا أثرناها على مدار 4-5 أيام، ألبان الأطفال المدعمة وندرتها وقلتها وصعوبة حصول المواطنين عليها، وموضوع بالكروت الذكية والبطاقات المميكنة ومين المستحق ولا لأ. وإحنا كمان بنتكلم وزير الصحة النهاردة بيصدر قرارات تيسيرية. تيسيرية يعني إيه؟ انتوا عارفين كنت قلت لكم امبارح انه الشروط بتاعه صرف الالبان المدعمه للاطفال شروط تعجيزيه، شروط صعبه، لازم تبقى 3 توائم، ولازم الام تبقى مريضه وعندها سرطان لا قدر الله، والام متوفيه، او حاجه في منتهى الصعوبه. انا عايز ان الست غلبانه عندها ابن غلبان يستحقه وقضي الامر. فالنهارده ده حصل، وتم تيسير كل الاجراءات المتعلقه بشروط صرف الالبان للأطفال المصريين المدعمين، وده كمان هنناقشه في فقرة كاملة إن شاء الله
في الجزء الثاني من برنامجنا النهاردة مع الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة. في ثانية وزارة الطيران وشركة مستران أعلنت أن غدا هو ختام الجسر الجوي لمصر للطيران لنقل حجيج بيت الله الحرام. غدا هو آخر يوم تسمح فيه المملكة العربية السعودية بوصول الحجيج إلى مطاراتها سواء في جدة أو في المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. و 21 طيارة هي اللي هتقوم بكرة بنقل آخر فوج من الحجيج. والشيء بالشيء يذكر، وزير النقل كمان قال إنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الأضحى المبارك، وإنه هيبقى فيه ما يقرب من 180 ألف كرسي 180 ألف مقعد في قطارات مصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك اللي فيه كثير من المغتربين خارج محافظاتهم بيرجعوا عشان يقضوا أجازة العيد مع أسرهم. نقول لهم مبكرا الحمد لله على السلامة. فصلة ومنعود. بمدينة هانجاتش الواقعة في شرق الصين وتحت عنوان نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى، وذلك بدعوة تم توجيهها من رئيس المجموعة للعام الحالي الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يزور الصين للمرة الثالثة، لكنه هذه المرة ضيف شرف لهذا المحفل الدولي المسؤول عن تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، والذي يضم في عضويته 20 من الاقتصادات الكبرى في العالم، مما يعكس خصوصية العلاقات الثنائية التي تعلق الصين أهمية كبيرة عليها. قمة عقد السيسي على هامشها عددا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء والمسؤولين بهدف دعم العلاقات الثنائية، قمة أكد خلالها الرئيس الصيني أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تحديات، ويأمل المجتمع الدولي أن تسهم قمة العشرين في التغلب على تلك التحديات، وأن مجموعة العشرين أنقذت الاقتصاد العالمي منذ 8 سنوات وسط تحديات شكلتها الأزمة المالية العالمية. قمة شاركت فيها مصر يراها مسؤولون صينيون وخبراء بالشأن الصيني أنها حدث مهم ومناسبة جيدة لطرح وتوضيح ما تقوم به مصر وترويج لبرنامج الاقتصادي ورؤية العالمية بشأن الإدارة الاقتصادية، ما يتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعزيز النهوض الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري، بالإضافة إلى ما تعكسه من قيمة مصر سياسيا وقيام الصين بكسر القاعدة في توجيه الدعوات لدولة نامية وغير مجاورة لحدود الدولة المقام بها القمة. ومن بين أهم الموضوعات المطروحة للنقاش خلال قمة هذا العام تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والتعجيل بسريان اتفاق باريس بشأن التغير المناخي وإقامة آلية دولية جديدة لمكافحة الفساد تعمل على ضمان مطاردة المسؤولين الفاسدين الهاربين واسترجاع ما نهبوه من ثروات غير مشروعة ومكافحة الحمائية التجارية والاستثمارية في العالم ومساندة إفريقيا والدول الأقل نموا على اللحاق بركاب التنمية والتقدم. يذكر أن مجموعة العشرين تأسست في عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي، وأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة أقيمت بين الصين ومصر في عام 2014، ويصادف العام الجاري الذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث يواصل البلدان تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي تابعناه فتح لنا باب الحديث عن هذه الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولتين من أهم الدول الآسيوية سواء على المستوى الاقتصادي أو كمان على المستوى السياسي. زيارة ابتدت بيومين في الهند ثم وصل بالأمس إلى الصين وشارك اليوم في افتتاح قمة العشرين. ضيوفي الكرام اللي مشرفيني لقراءة أهم ما جاء في الدولتين في زيارة الرئيس للدولتين وما يمكن أن يعود على مصر من هذه الزيارة الآسيوية، سعادة السفير محمد حجازي سفيرنا السابق في الهند ومساعد وزير خارجية الأسبق لشؤون الآسيوية. مساء الخير يا سيدي. أهلا وسهلا. الحمد لله. شرفنا. شرفنا أيضا الدكتورة نادية حلمي الأستاذ علوم السياسية بجامعة عين شمس بني سويف وخبيرة في الشأن الصيني. أهلا وسهلا دكتور. إزي حضرتك؟ وقلت لحضرتك كمان محاضرة في جامعة لوند في السويد. لوند شؤون الصينية والشرق الأوسط. هل بتتكلمي سويدي؟ لا بكلم صيني. لا بجد؟ انا كنت دارسة في جامعة بكين. بسم الله ما شاء الله. طيب خلونا نبدأ بالترتيب بالمحطة الأولى في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وصل منذ 3 أيام إلى العاصمة الهندية نيودلهي والتقى
لقاءات سياسية مع رئيس الوزراء الهندي والسياسيين الهنود، بالإضافة إلى ممثلي رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية. أولا حضرتك تقول لي طبعا، وحضرتك أخبر من يحدثنا عن الهند، أبرز ما يميز الهند الآن، وكيف اختلفت الهند الآن عن الهند اللي في ذهنية المصريين من 20 بتاعة أميتاب باتشان؟ أبدأ مع حضرتك، ما يوم ما بدأت عملي في الهند كان 2006، كان حجم الناتج القومي الهندي 780 مليار دولار. 780 مليار دولار. مليار دولار. النهاردة بنتكلم في 2 تريليون دولار. بسم الله ما شاء الله. الرصيد النقدي أو الاحتياطي الأجنبي للهند النهاردة 356 مليار دولار. الهند اللي احنا مش بعيد قوي عننا، يعني بقدر الامكان نقترب من الهند. الهند بدأت معانا برضو برنامج إصلاح اقتصادي في التسعينات، مطلع التسعينات، دكتور منموهان سينج وزير المالية اللي أصبح رئيس الوزراء خاض برنامج إصلاح اقتصادي ملتزم ببنوده، وكان في التفاف شعبي حوالين الرؤية الهندية للتوجه من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد السوق الحر، اللي نقل الهند للمساحة اللي احنا شايفينها النهاردة. النهاردة الهند دولة بتملك التكنولوجيات الكبرى، 7 دولة نووية على المستوى العالمي. الهند النهاردة بتحقق من صناعة تكنولوجيا المعلومات 146 مليار دولار. 146 مليار دولار النهاردة بس من تكنولوجيا المعلومات. من تكنولوجيا المعلومات النهاردة الهند عندها وكالة فضاء هندية بتملك 17 قمر صناعي، منهم 11 قمر صناعي للاتصالات، وفي نفس الوقت بتطلق الأقمار الصناعية وبتوصلها للمدارات، شأنها شأن روسيا، شأنها شأن فرنسا والدول المتقدمة يعني في هذا المجال، وبتشتغل مع مصر، ووقعنا معها اتفاقية مهمة جدا 2008 للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء وإنشاء وكالة مصرية للفضاء. وده مش طرف يا أستاذ تامر، لأن دي معرفة لا هو أنا حقيقة سؤالي ما كانش إن ده هيبقى طرف يا سعادة السفير، هو سؤالي هي فين؟ هي فين الهند النهارده؟ لا هي فين الوكالة اللي احنا وقعنا عليها؟ لا هي 2008. على فكرة الهيئة المصرية لعمل الاستشعار عن بعد بتقوم بدور مهم جدا في تطوير برنامج فضائي وتدبير يا ريس. أنت عارفني؟ أيوه ما أنا عارف. تعرف عليا جديد؟ لا بالعكس. طيب تمام. اتفضل. أنا سؤالي احنا وقعنا 2008. نعم. إن إيه؟ احنا وقعنا يعني ان احنا نعمل ايه؟ في تبادل وفود. أيوة. اظن كان في وفد هندي من خلال الشهر الماضي، واظن بنتعاون مع الاتحاد مع روسيا، بنتعاون مع فرنسا، بنتعاون مع العالم. يعني هل لما جت ثوره يناير 2011 وقفت شويه الشغل في المشروع ده؟ والله خبرائنا الفنيين وهيئه الاستشعار عن بعد اظن في ذهنهم. انا بس ما بحبش فكره اهدار الوقت يا معالي السفير، يعني بس قصه انه وقعنا اتفاقيه والهند متقدمه في الموضوع ده وكلنا تنفسنا صحراء وقلنا هنخش المجال الفضائي وهيبقى عندنا وكاله، ودي مش بس وكاله عشان نبقى نطلع القمر ونتفسح، لا ده له علاقه بمستواك في التقدم العلمي وتكنولوجيا المعلومات. هو بالظبط. فلما كل ده يتاخر يبقى انت اللي قاصد ان انت تاخر نفسك. لا عندك كوادرك وبتعمل تاهيل، واظن في الوقت المناسب وفي مطلب حقيقي لانشاء وكاله مصريه للفضاء، واظن دي هتبقى اضافه هامه جدا للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. وانت بتشوف في كل زيارات الرئيس الخارجيه بنتكلم برضو عن البحوث والعلوم والتكنولوجيا الحديثه، والهند زي ما بقول هي دوله صديقه، دوله لينا بيها باع طويل تاريخي وعلاقات وطيده. طب قبل ما اروح للدكتوره ناديه في مساله الهند، انا كنت قلت للساده المشاهدين امبارح، ومعلش انا فاتيت يعني سبقت وفاتيت قبل ما حضرتك تبقى موجود هنا، انه التجربه الهنديه اذا جاز التعبير يجب ان احنا نتوقف امامها شويه، لانها اقرب التجارب الينا اللي ممكن نستفيد بيها. يعني في بعض الناس يقول لك استفيد من التجربه البرازيليه واستفيد من التجربه مش عارف الماليزيه، لكن انا في رايي ان الهند من سنوات ربما مش بعيده، من 20 سنه و15 سنه كانت حالنا بالظبط تقريبا، سكان كتير، موارد قليله، جهل وفقر في اماكن كثيره، عشوائيات في اماكن كثيره، ثم انطلقت باسلوب اصلاح اجتماعي وسياسي واقتصادي ممتاز. رأيي ان احنا قريبين الشبه بالنموذج الهندي. فعلا، حتى تكنولوجياتها قريبه مننا ومتاحه وباسعار مناسبه، فدي الابروبريت تكنولوجي، نقدر ناخد من الهند التكنولوجيا المتاحه اللي بسعر مناسب، ومن دوله صديقه ومش هيكون في هناك مشروطيه، سواء كان الامر يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقه النوويه، يتعلق بالتكنولوجيا الفضاء، يتعلق بالتكنولوجيا الهندسيه او الصناعيه، او يتعلق بالتعليم. الهند يعني من خلال الزيارة أنا شايف أن السيد الرئيس بيتكلم برضو في مشروعات مشتركة هامة جدا،
التجمع الرابع لمجلس الأعمال المصري الهندي للاستثمار اتفق على عدد من المشروعات، أهمها يمكن اللي ذكر وزير الصناعة والتجارة عن مجمع طبي هام في المدينة الإدارية الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة بمليار وستة من عشرة، في استثمار هام جدا في البتروكيماويات وصناعة تكنولوجيا المعلومات واتفاقية للنقل البحري. فده هيضيف يا أستاذ تامر للأربعة مليار الحالية للتبادل التجاري برضو إضافة هامة، وهيضيف للاستثمارات الهندية اللي هي 3 مليار دولار، وده رقم الحقيقة هام برضو ممتاز. والهند بتضعنا على خريطتنا على خريطتها الاستثمارية. يا دكتور أولا اسمها إيه المدينة اللي هم فيها دلوقتي؟ عشان هانجشو ولا هانجشو؟ هانجو وإحنا بنقولها بالعربي هانجشو، لكن هي اسمها هانجشو. هانجو تمام. دي مدينة إيه؟ دي مدينة صناعية؟ هي مدينة بتقع في تقريبا في شرق الصين، وهي إحدى المدن الكبيرة في مقاطعة شينتيان أو شينغيانغ، ذات الأقلية أو التركز الإسلامي حوالي 80 مليون مسلم. والحقيقة اختيار المدينة لم يكن بشكل عشوائي، نتيجة لأنها مدينة كبيرة جدا، يعني هناك أكثر من 300 مصنع في هذه المدينة. ويمكن من المفارقات يعني قرأت عنها بالأمس في الصحف الصينية، تقريبا هناك حالة طوارئ في هذه المدينة، لقد تم إعطاء قصائم للسفر وتذاكر للسفر لسكان المدينة البلغ عددهم 9 مليون نسمة، ومعظم سكان المدينة دلوقتي برا. تم تعطيل، يعني الحكومة الصينية وزعت تذاكر سفر على اهل مدينه 9 مليون بنسبه، يعني كلفت الحكومه الصينيه حوالي مليار ونص مليار دولار. ايه ده، هو في كده؟ في كده علشان يمشوا ويسيبوا المدينه علشان الوفود. وحوالي بالكم حضراتكم لقطه، الحكومه دفعت مليار وشويه دولار تذاكر طيران وتذاكر اتوبيسات وكذا عشان اهل مدينه جوانشو دي يخلوا المدينه، يروحوا يتفسحوا، يقعدوا ويك اند لطيف كده في اي حته، في بكين، في شنغهاي، في اي حته، والرؤساء والوفود الاجنبيه تبقى لاقيه مكان مناسب. وحوالي اديت لهم اجازه لمده اسبوع كامل، مدفوعه الاجر مفيش مشكله. المصانع حوالي 300 مصنع، قفلت المصانع على بعد 300 كيلومتر بعيد عن المدينه. والصين الحكومه الصينيه عملت 172 نقطه تفتيش مروري، يعني تقريبا طول ما انت ماشي في المدينه كل شويه هيوقفوك. وكمان يعني من ضمن الحاجات يعني المفارقات طبعا ان عطلت عمل وسائل النقل العام. يعني دي تقريبا شلت المدينه لهذا الحدث، يعني عطلت كل فعاليات المدينه والحياه الطبيعيه فيها لهذا الحدث الكبير. نعم، ومدينة هانجشو زي ما أنا قلت لحضرتك هي مدينة مهمة جدا، فيها مصانع كتيرة جدا بتقدم أحدث التكنولوجيا في العالم. ويمكن اختيار المدينة لم يكن اختيار عشوائي، والحكومة الصينية الحقيقة، ويمكن أنا كنت في بكين من فترة، كان لقاء برضو مع الحكومة الصينية للقاء أبرز أصغر الخبراء في الشؤون الصينية حول العالم، وتم اختياري من ضمنهم. الحقيقة هم دايما بيحاولوا، يعني الوفود اللي هي بتزور الصين في الوقت الحالي بيحاولوا ان هم يخلوهم يزوروا مدن مختلفة للترويج، أول حاجة للترويج لإنجازات الحكومة الصينية، إنجازات التنمية في الجنوب، لأن عانينا من فترة أو الحكومة الصينية الحقيقة عانت من فترة من الفجوة ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في الصين. فالصين بتحاول ان هي تبرز للعالم، توري للعالم، تخلي العالم يشوف الى اي مدى نجحت الصين في تحقيق التنمية في الجنوب او في الشرق. ويعني المدة يعني من كام سنة فاتوا كانت المدن دي كانت مدن ضعيفة جدا، كانت مدن فقيرة جدا، كانت بيسموها مدن تعاني يعني هامش التنمية في الصين. الحكومة الصينية اهتمت بالمدن دي سواء كانت واسست المناطق الاقتصادية الخاصة، بمعنى ان كل مدينة أو كل مقاطعة ليها ميزة تنافسية في حاجة معينة الحكومة الصينية دعمتها، ومش زي احنا عندنا مرتبطين بالعاصمة القاهرة الحكومة المركزية. دي التجربة المعينة اللي في النموذج الصيني اللي احنا بنطول الوقت بنطالب الحكومة والنظام هنا بتطبيقه، وهي فكرة القرى الصناعية المكثفة. يعني في قرية في مصر مسؤولة عن صناعة مثلا خشب كذا، وقرية صناعية تانية أو قرية صغيرة تانية تبقى مسؤولة عن ده. كمان كل مقاطعة ليها قوانين، بتصدر قوانين استثمارية معينة يعني لخدمة الصناعة دي، لجذب الاستثمار الأجنبي في كل مدينة. ملهاش علاقة من الحكومة المركزية في بكين، الحكومة المركزية في بكين بتشرف من بعيد، لكن كل مدينة وكل يعني وكمان في ممثل للحزب الشيوعي الحاكم في كل مدينة. ويمكن في تجربة مهمة جدا أستاذ تامر أنا حابة أشير ليها، احنا مش بنعرفش عنها حاجة، هي تجربة
اقليم او مدينه كواندونغ في الجنوب الصيني، هي مدينة لاختبار طبعًا الأفكار. طبعا اللي احنا بنقول عليها جواندونج. عشان بس اترجم لكم انا بقى. المدينة دي الحكومة المركزية في بكين عملت المدينة دي كمصنع لاختبار الأفكار أو مختبر للأفكار، بمعنى الحكومة الصينية في بكين يعني عندما لو عندها مشروع يعني مشروع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي بتطبقه في المدينة دي أولا، يعني في المدينة يعني دي. يعني المدينة دي هي بالون الاختبار. بالظبط، بالون الاختبار في الصين لاختبار بقى مشروعات اقتصادية. الصين حابة تغير، يعني حابة ان هي تتبنى سياسة معينة اقتصادية اجتماعية سياسية، فعن طريق اقليم كواندونغ. وممثل الحزب الشيوعي الحاكم. وسكان كواندونغ ما عندهمش مشكلة ان هم عندهم مشكلة. لا لا. في ايران تجارب كده طول الوقت. لا لا ده هم عندهم مشكلة، ده حصلت فيه يعني مشكلة هزت العالم كله، والحقيقة ان الصحافة بتاعتنا لم تتطرق للي حصل في كواندونغ. تقريبا من سنتين ثلاثة كان ممثل الحزب الشيوعي الحاكم في مدينة كواندونغ، على ما اعتقد ان اسمه كان هو لا انا عايز اسمه بالظبط يعني لا في الا في الصيني اوكي. فحصلت او حدثت احتجاجات في مدينه كواندونغ، ونتيجه لان الحزب الشيوعي الحاكم اللي هو ابو ممثل الحزب الشيوعي الحاكم صدروا اراضي الفلاحين هناك، صدروها علشان كحقل للتجارب، يعني يجربوا ممكن زراعه مختلفه كده. فقامت احتجاجات شعبيه في مدينه كواندونغ طبعا. فممثل الحزب الشيوعي الحاكم في مدينه كواندونغ اجتمع مع المحتجين وقال لهم احنا هنعمل انتخابات حره نزيهه وتختاروا واحد يمثلكم وانا اقعد معاه وطلباتكم كلها. المفارقه ان نجح زعيم الاحتجاجات في هذه الانتخابات المحليه، وده وضع الحكومه المركزيه في بكين في مأزق شديد جدا، واطلقت عليها الصحافه العالميه خطا سياسي نموذجي. يعني خطأ لأنه أفرز نتيجة سليمة ونتج عنه يعني إقالة مسؤول الحزب الشيوعي الحاكم في مدينة كواندونغ. بارك الله فيك. طيب اسمحوا لنا هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حديثنا مع سعادة سفير محمد حجازي والدكتورة نادية حوالين الهند والصين، نموذجين الحياة الاثنين يعني يستحقوا الإبهار زي ما انبهر كده عادل إمام زمان بالتجربة الدنماركية. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حديث موصول عن الهند والصين، محطتي جولة الرئيس الأسيوية خلال زيارته الخارجية. معالي السفير، اتكلمنا عن الهند والعلامات المميزة في التجربة الهندية اللي استطاعت انها في خلال 20 سنة او اقل انها تنطلق من حال الى حال مختلف وتقود ثورة المعلومات الان في العالم. خليني انتقل مع حضرتك للصين واسألك عن قمة الجي 20 او قمة العشرين اللي كنت بكلم مع السادة المشاهدين في المقدمة على أنها قمة عنوانها اقتصادي بامتياز، لكن السياسة متدخلة في كل شيء. ويمكن لو حضرتك تابعت النهاردة حفل الافتتاح، السياسة والعلاقات السياسية ما بين الدول كانت هي لها نصيب الأسد، تجاهل الصيني لأوباما قدر الإمكان، الاحتفاء المبالغ فيه بفلاديمير بوتين الرئيس الروسي، بالإضافة إلى تواجد مصر وبعض الدول الأخرى كضيوف، طبعا بخلاف العلاقات الثنائية، لكن أيضا هي كلها رسائل. فإلى أي مدى السياسة بتلعب في هذه المؤتمرات والقمم الاقتصادية؟ أنا متهيألي زي ما حضرتك تفضلت، يعني هو الإطار اقتصادي والعنوان اقتصادي، لكن الجوهر سياسي. يعني اللقاءات الثنائية اللي بتتم بين قادة الدول، الموضوعات الشائكة المطروحة على الساحة الدولية، ما فيش فرصة أهم من محفل بيضم أهم 20 اقتصاد على مستوى العالم وقادة دول عالم نامي متواجدين إلى جوارهم، يعني لبحث مثل هذه القضايا. يعني قضايا اللاجئين، أنا يعني المستشارة الألمانية مهتمة جدا بهذا الملف، بيطرح في كافة المناقشات أيضا سواء في لقاءاتها الثنائية أو في لقاءات العديد من القادة. الملف المتعلق بمكافحة الإرهاب ملف يهم مصر ويهم الدول كافة. دلوقتي الإرهاب عابر للحدود، فهو يعني يهاجم في جميع القارات. صحيح. وبالتالي بحث مثل هذه القضايا، لأن أي تنمية اقتصادية تستمر، وده العنوان التنمية الشاملة المندمجة المبتكرة في قمة العشرين، مش هتتحقق ما لم تتهيأ البيئة السياسية التي تسمح لهذه الانطلاقة الاقتصادية. جزء كبير جدا من حالة التباطؤ الاقتصادي والنمو اللي احنا بنحاول نعالجها في جي 20 النهاردة أو في مجموعة العشرين في الصين، هو بسبب ممارسات خاطئة وسياسات، منها اللي نبه إليها السيد سامح شكري النهاردة في كلمته لاجتماع وزراء خارجية
دول مجموعة العشرين، الدول اللي بتمول الإرهاب. صحيح. لابد أن احنا نقف ضد هذه الممارسات اللي هي ساهمت في التباطؤ العالمي. هو اللي بيحصل في سوريا من تناحر وتنازع لخلق يعني أكبر مأساة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية وقد تفوق في سوريا، كل دي ممارسات سياسية. فلقاء العقول والأفكار وتلاقيها ومناقشتها على هذا النحو في ظل يعني وجود قادة من كافة الدول المؤثرة، أمر يساهم في تسوية النزاعات الإقليمية، في بحث مخاطر الإرهاب، في تحقيق التنمية المستدامة، دعمنا احنا كمان نظام اقتصادي دولي عادل. صحيح. ما احنا كدول نامية وأفريقيا والعالم الثالث محتاجين مساحة من النمو برضو، وإلا يعني فلسفة الحكومة الصينية بكل تأكيد أن جي 20 لا تصبح محفلا لخدمة اقتصاديات دولها، عشان كده أكبر عدد من الدول النامية وعلى رأسها مصر بيشارك. وفي نفس الوقت الجي 20 يتحول الى محفل. يا معالي السفير وانا اسف هقوله لك شويه بالعاميه يعني. اتفضل. ان المشاهد العادي يقول لك هي، انا اسف يعني، المثل بيقول هي الحدايه بتحدف كتاكيت. ايوه. بمعنى انه هذه الدول اللي اقتصادياتها عملاقه وقويه، وزي ما قلت في المقدمه يمكن الجي 20 بتتحكم في معظم اقتصاد العالم وتوجه الاستثمارات وتوجه حتى يعني ايادي التنميه وتمنعها عن اجزاء اخرى، ما بتحدفش كتاكيت يعني، ما بتقدمش خيرات كده للدول اللي زينا اللي بتحاول انها تنهض لله والوطن او مجانا يعني. فما هو المقابل يعني؟ ممكن يكونوا ليه بيدعو مصر وبيدعو بعض الدول الاخرى الناميه في قمه الكبار، في قمه الناس المتمكنه من اقتصادها؟ والله ده سؤال هام جدا يا استاذ تامر. لو بدانا بتاريخ نشاه الجي 20 1999 واجتماعها الاول في برلين، نجد ان سبب نشاتها هو النادي المغلق للدول الصناعية السبعة. صح. اللي هو لم يستطع أن يواجه الأزمة الاقتصادية الهامة اللي نشأت مع النمور الأسيوية وتباطؤ وانهيار العديد من الاقتصاديات، قال إن احنا نوسع الدائرة أكثر حتى نضم الجميع ونتباحث عشان ما تحصلش مشكلة من هذا النوع. النهاردة الجي 20 بقالنا دلوقتي يمكن 8 سنوات في حالة تباطؤ. الصين نفسها اقتصادها متباطئ بقاله 8 سنوات بعد ما وصل للقمة في من 8 سنوات ب 14% حجم نمو سنوي ل 7% النهاردة. طيب هو محتاج بقى يوسع الدائرة أكتر، يشوف الممارسات الحالية لمجموعة العشرين ومجموعة السبعة الصناعية ما قادتش لهذه التنمية المستدامة ليه، ما ساعد، لأنه محتاج أسواق كمان، محتاج ينمي قدرات الدول البازغة ومنها مصر ومنها الأسواق الأفريقية. عشان كده يمكن أنا إجابتي توضح أن هو محتاجك لتوسيع دائرة. إذن هي أيضا يبحث عن مصلحته بكل تأكيد، مصلحة حتى لو مشتركة. كنت بالنسبة له مجرد سوق، ففي النهاية دي مصلحة. هدي مثل، الصين قالت عشان تحقق التنمية المستدامة دي وتساعد خطة تنمية الأمم المتحدة 2030 وافتح أسواق عديدة في أفريقيا وفي الدول البازغة، أضم الاقتصاديات دي، أخلي جي 20 تخدم الإنسانية ولا تخدم اقتصاديات دول بعينها، تخدم الاقتصاد الدولي. ولكن والأهم، هي قالت إن أنا هدفع في خلال الفترة من هنا ل 2020 ب 2 تريليون دولار استثمارات. بمعنى لو كل دول العالم الأول المتقدم ساهمت كما تسعى الصين للمساهمة، يعني خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر في يناير الماضي قال ان احنا ملتزمين بعشر مشروعات رئيسية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، يمكن حجم الاستثمار فيها يصل ل 15 مليار دولار. طب هو بيعمل كده ليه؟ انه بيخلق أسواق، بيحقق علاقة مع اقتصاد بازغ، وأظن ده بيفيد الاقتصاد العالمي المنكمش حاليا نتيجة إجراءات حمائية وسياسات اقتصادية خانقة وهكذا. ممتاز. دكتورة نادية، عايز استغل خبرتك في الصين وأعمل ما يشبه المقارنة يعني بيننا وبين الصين شوية. إنه الصين من سنوات وكان عندهم حلم ومشوا ورا الحلم، وأعتقد إنه دلوقتي حلمهم أصبح واقع بيعيشوه وبيجنوا ثماره. احنا منذ سنوات طويله برضو في ثوره يناير وبتاع كان عندنا حلم، بس للاسف دلوقتي بيصحونا منه بيقول لك خلي بالك عشان انت هتكلم كابوس. هتكلم على الحلم الصيني. ان للشعارات اهميه كبرى في عالم السياسه المليء بالغموض
وبالتالي فإن كل رئيس صيني يأتي ولابد وأن يكون مصاحب يعني شعار لحملته. وجدنا أن الرؤساء السابقين للصين زي دينج شاوبينج، جيانج تسامين أو جيانج زيمين وهو جنتاو، كل منهم حمل يعني شعارا مختلفا، ولكن أتى شعار الرئيس الصيني الحالي شي جين بين مختلفا. هو الشعار شي جين بين ولا اسم الرئيس شي جين بين؟ اسم الرئيس شي جين الشعار لسه جاي قدام. الشعار لسه جاي وتقريبا شعار الحلم الصيني هو الشعار الرسمي الذي أتى به شي جين بين يعني منذ أن كان مجرد السكرتير العام الأول للحزب الشيوعي الحاكم ومرشح لكي يكون رئيسا للصين. استخدم شي جين بين مفهوم أو شعار الحلم الصيني تحديدا في شهر نوفمبر 2013 أو نوفمبر 2012 تحديدا، وبعد أن تولى سدة الحكم وبقى يعني أصبح رئيس للصين أصبح شعار الحلم الصيني شعار رسمي في جميع وسائل الإعلام الصينية. تجد قناة التلفزيون المركزي الصيني CCTV تخصص فقرات ثابتة ويعني ومتنوعة للحلم الصيني. تجد حتى في الجامعات الصينية وفي المدارس قاموا بتأسيس جدران للأحلام، جدران للأحلام كل طالب صيني عليه أن يكتب حلمه، حلمه الشخصي وحلمه للصين في المستقبل. وأنا كنت شاهدة على التجربة دي من قريب. جدران للأحلام، جدار الأحلام ده أو حائط الأحلام، جدران للأحلام وكل واحد ابتدى يكتب حلمه. ويمكن الرئيس الصيني لما أخرج كتابه للوجود كتاب عن الحكم والإدارة، والكتاب ده تم ترجمته للعربية وحضرت تقريبا السنة اللي فاتت في نقابة الصحفيين السفير الصيني الحالي سونغ أيقوا والمسؤولين الصينيين أو السفراء الصينيين في كل دولة في العالم عملوا حفلة لتوقيع الكتاب بلغات مختلفة. الكتاب ليه نسخة بالفرنسية، ليه نسخة بالإنجليزية بالعربية، تقريبا تم ترجمته لكل لغات العالم. الكتاب ده بيعكس فلسفة الرئيس شي جين بين منذ أن كان يعني طفل صغير، يعني ولد في مقاطعة قويتشو في الصين وهي مقاطعة جبلية قاحلة، وحتى أصبح يعني مسؤول للحزب الشيوعي الحاكم في يعني في مناطق مختلفة للبلاد. نأتي عودة مرة أخرى للمقارنة، مقارنة الحلم الصيني بالشعار الذي أتى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحيا مصر. كلاهما شعارين التف حولهما شعبهما. مظبوط. ولما نيجي نعقد مقارنة ما بين الخطوات، خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطوات الرئيس شي جين بين، تجدها كالآتي. أنا يمكن عملت يعني مقارنة كبيرة جدا. البيئة التي نشأ بها الرئيس السيسي كحاضنة اجتماعية في حي الحسين أثرت لأنه أصبح أكثر اهتماما بالفقراء ومحدودي الدخل، وشهدنا أزمات كثيرة جدا كان فيها مهتم بالفقراء. على الوجه الآخر نجد أن شي جين بين مثلا في الأعياد المختلفة تجد شي جين بين بيقف في الطوابير، الطوابير حوالين يعني الطوابير في محطات الدي تي اي يعني الصابوي أو المترو الصيني. تجد شي جين بين يقف يعني مع الجماهير المختلفة يطمئن عليهم. تجد ان هو في زيارة ليه كانت في اقليم شانتيان او اقليم شانغيانغ، تجدوا ان هو نزل تحت الارض وكان مع عمال المناجم وكان يعني حتى راح قوارب الاسماك المختلفة ويعني وعمل لقاءات مفتوحة مع صيادين الاسماك ومع ملاك الاكشاك المختلفة وسألهم عن احوالهم. فبالتالي فان هناك ملامح كثيرة مشتركة حتى على مستوى الاهتمام بالاقليات. يعني شي جين بين بيحرص على انشاء يعني انشا المجلس الاستشاري للاقليات، والرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا اهتم بالاقليات. شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر للجميع ويعني الدين لله ومصر لاهلها، في حين ان شعار شي جين بين ان يعني اننا يجب ان نعمل او نتكاتف جميعا بغض النظر عن الدين او العرق او اللغه او ما الى ذلك. والصين فيها 56 قوميه كلهم متعايشين، وتم إصدار يعني منذ إصدار الدستور الصيني في عام 1953 تم تحديد ما يعني الأقليات العرقية والقومية المختلفة. عودة مرة أخرى، يمكن الحاضنة الاجتماعية التي نشأ بها عبد الفتاح السيسي كانت متمثلة في يعني بحثه على التنمية أو الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. تحدث على يعني خلال تخرجه في كلية الحرب العليا في جامعة بنسلفانيا
الأمريكية في عام 2006 تحدث صراحة على الدين والديمقراطية باعتبارهم هم مفتاح منطقة الشرق الأوسط. الرئيس شي جين بين في نفس الإطار لما اتكلم كتاب الحكم والإدارة يعني كان متأثر بالبيئة الأولى التي نشأ بها، يعني تجد أن هو تأشر بشعراء كثيرين جدا، لاودزا، الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو، هو يعني وهو بالمناسبة الرئيس شي جين بين تخرج من جامعة شينخوا وتحديدا يعني الفلسفة قسم العلوم الإنسانية، وحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة والأيديولوجيا. فبالطبع فإن هناك ملامح مشتركة، ويمكن يعني كما هو الرئيس السيسي دوما يعني نحن نرنو إليه أو جميعا يعني نقول أنه هو كل شيء في النظام. هناك مقولة للسفير الأمريكي السابق في بكين جاري لوك أو غاري لوك عندما قال إن الرئيس الصيني شي جين بين هو بمثابة القلب في الصين كلها، يعني فبالتالي يعني فإن هناك ملامح مشتركة بين الحلم ممتاز. الصيني وتحيا مصر. ممتاز، تحيا مصر. أخيرا سعادة سفير، في لقطة متعلقة هنا بقى بالدبلوماسية وحضرتك هنا اللي تقولنا عليها، وهي فكرة أنه يعني إحنا طول الوقت بنبقى عارفين ما في القلب في العلاقات السياسية وكذا، لكن بروتوكوليا ودبلوماسية أنت بتعمل البروتوكول المفروض والإجراءات البروتوكولية والمراسمية المطلوبة. النهاردة كان في خروج شديد في الصين في فكرة إظهار ما في القلب، يعني النهاردة المراسل بتاعنا قال لنا أنه كان في نوع من الاهتمام المبالغ فيه ببوتين، وفي المقابل كان في نوع من انواع الاهمال الشديد او النفور او محاوله نبذ باراك اوباما بشكل سيء، لدرجه ان احد اعضاء الوفد الامريكي اشتكى للصين حتى من سوء الاستقبال في المطار، فقال له رد عليه قال له هذه بلدنا نفعل فيها ما نشاء. يعني إلى أي مدى بتبقى ممكن السياسة يبقى فيها هذه هذا الجفاء في التعامل؟ طبعا في من ده بكل تأكيد، أن في توتر في العلاقات الأمريكية الصينية. الولايات المتحدة مقدمة على تواجد في جنوب شرق آسيا ومتواجدة في بحر الصين الجنوبي بحاملتي طائرات، ونشرت نظام صاروخي في كوريا الجنوبية، ويمكن النهاردة تعقيب السيد الرئيس على أمن واستقرار الوضع في هذا الإقليم إشارة هامة إلى أن دائما الحوار السلمي بين الأطراف هو المدخل. في توتر في العلاقات الأمريكية الصينية، وبسبب برضو إحساس لدى الصين أن هناك من دفع باتجاه قرار محكمة العدل الدولية بشأن أحد الجزر المتنازع عليها بين الصين والفلبين. ربما يكون لده انعكاسات، ولكن أنا متأكد أن الصين يعني سياستها الخارجية دائما تتسم بالحكمة والاتزان، وبالتالي أظن أن هم هيكونوا حريصين على إيجاد مخارج. أصل زي ما قلنا يا أستاذ تامر، لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي، ولا يمكن أن يكون عنوان القمة دي تحقيق نمو وتنمية شاملة وأتجاهل الاقتصاد الأول طبعا في العالم أو أتعامل معه بجفاء. علينا أن احنا نؤمن بأن علاقات الدول هي علاقات قوة ومصلحة، وليست علاقات شخصية أو إظهار تعتمد على الحب أو الكره. لا خالص، أنا متأكد أن الولايات المتحدة رقم هام جدا في معادلة النمو الاقتصادي الدولي، وتملك تأثير واسع على أسواق الاستثمار والتنمية، ومن شأن علاقات وطيدة بين الأطراف الدولية كافة أن هي تحقق هدف قمة العشرين. غير كده هنخش في خلافات سياسية، وبنقرأ ربما بعناية يعني بعض التصرفات، ولكن بتحصل في كل المناسبات أمور من هذا النوع لا تعكس علاقات الدول، وإن كان يعني المشهد السياسي العام بيوحي بأن في فعلا توتر في هذا الجزء من العالم، ومسعى الدول من خلال بقى قمة هنا السياسة بقى في قمة اقتصادية لتهدئة النفوس ولتطوير العلاقات وللتعامل مع المشهد المتوتر في بحر الصين الجنوبي بعقلانية وبتعاون مشترك. أظن ده اللي احنا بنستهدفه. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني سعادة سفير، شرفتني يا دكتورة، واستفدنا من تجربتك وخبرتك في الشأن الصيني. هي تحيا مصر بالصيني يعني إيه؟ خوان يين خوان يين أي جي أعتقد إنها خوان يين خوان يين يعني مرحب أو تحيا أو بالتحية بالصيني أي جي يعني مصر. أي جي يعني مصر. طيب نورتينا وشرفتينا وبشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، بعد الفاصل نفتح ملف لبن الأطفال في وزارة الصحة.
أهلا بحضراتكم. الفقرة الحوارية الآن متعلقة بحديث الساعة. مصر تتحدث منذ 4 أيام عن المشكلة والأزمة السيئة الحقيقة، المشهد المؤسف اللي احنا شفناه، وهو تهافت بعض الأمهات على محاولة شراء لبن الأطفال المدعم اللي بتقدمه وزارة الصحة، واللي كان بيتم توزيعه منذ شهور وعلى مدار فترات طويلة من خلال منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ثم فجأة قررت وزارة الصحة وقف التوزيع من الشركة وصرف اللبن فقط وبالبطاقات المميكنة وبالكروت الذكية عن طريق منافذ مراكز الصحة والأمومة، اللي وزارة الصحة أعلنت أنها بتصل عددها لحوالي 1005 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية. فرأينا ما رأينا من المشاكل اللي حصلت. ضيفتي في هذه الفقرة الدكتورة هالة ماسخ، مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، ازي حضرتك؟ عايز حضرتك بالراحة كده تحكي لنا أبعاد القصة، في رأيك ليه الأزمة حصلت في حين أن كل المصادر سواء شركة مصر لتجارة الأدوية أو وزارة الصحة بتقول أن احنا ما عندناش نقص في اللبن، فالغريب أن يبقى في وفرة في اللبن وتحصل هذه الأزمة والمشاهد المؤسفة. بالظبط. هو الحقيقة زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا وفرة طبيعي، استيراد الألبان ده بيتم ومن شروطه ان يبقى عندنا مخزون استراتيجي لثلاث او اربع شهور على الاقل. تمام. فككميات اللبن الشركه المصريه زي ما حضرتك قلت بقى لها سنوات بترسى عليها المناقصه او الممارسه، كشركه بتستورد وتوزع. تمام. وتخزن في المخازن بتاعتها لان ليها فروع في كل الجمهوريه وليها شبكه سيارات اسطول سيارات يقدر يوزع. وكانت الشركة المصرية في العهود السابقة بتاخد حصة من الألبان اللي بنستوردها توزعها في المنافذ بتاعتنا. من بعد المناقصة الجديدة والوزارة الصحة زي ما حضرتك قلت بالاتفاق مع مجلس الوزراء وكل الحكومة، تم الاتفاق ان في تسريب كتير بعد هيئة الرقابة الإدارية ما نزلت لمحافظات، وحضراتكم تطرقتوا للموضوع ده، وبقى في تسرب واضح لكميات كبيرة من الدعم. فتم الاتفاق على ان السلع المدعومه يعني يتم توزيعها عن طريق المنافذ بتاعتنا، وفعلا تم اختار الشركه المصريه مره واثنين وثلاثه باجتماعات وبفاكسات وفي جوابات، وكان معروف ان حصه اغسطس دي اخر حصه للتوزيع في الصيدليات وفي فروعها، ومن 1/9 المفروض يجن. الحقيقه الشركه لم تعلن للمواطنين ده ولا حطت اللافتات اللي من اول اغسطس ان دي اخر صرفيه وبعد كده توجهوا، وفي حوالي 6 أو 8 منافذ لينا حواليها في الاماكن القريبه يعني، فسهل بدل منفذ واحد ان كان يتوزع، بس لم يتم اعلام الناس بالصوره الكافيه. عدم الاعلان والاعلام ده يعني هنا في المسؤولية مشتركة من الشركة ووزارة الصحة طبعاً. لازم نعترف انه برضو طبعاً. كان لازم يتم الاعلان من هنا ومن هنا علشان احنا بنخاطب فئة كبيرة، ومش بالزبط. بالضرورة تكون البيانات الرقمية او المواقع الالكترونية واصلة لهذا بالزبط. العدد من الناس بالزبط. يعني. احنا نزلنا المنافذ على كذا جرايد وعلى موقع الوزارة وكذا، زي ما حضرتك بتقول الفئة دي مش كلها بتقدر توصل للبيان بالظبط ده. صحيح. فحصل التجمهر ده لان الناس اعتادت. طبعا حضرتك عارف ان احنا مصر من ضمن 118 دوله ماضيين على الشرعه الدوليه اللي هي البريست فيدنج كود، ان احنا ننشط الرضاعه الطبيعيه لضمان قله وفيات الاطفال ولسلامه ثدي الامهات من الامراض، والبلاد اللي ماضيه على دي منها المانيا وفرنسا وامريكا عدا امريكا، ممنوع انها تعلن عن انها بتبيع ألبان اطفال او تروج ليها. يعني كنتوا بتطلبونا انتوا ليه مش بتقولوا؟ هو ده يحظر علينا بحكم الاتفاقيه اللي مصر موقعاها من سنه 1981. لو حضرتك تلاحظ ما فيش ألبان اطفال بيعرض عنها في التلفزيون، يعني ممنوع ان احنا نعلن عن الألبان دي، والألبان دي بتصرف. لا هو هنا الفرق يا دكتوره، طبعا انا متفق بحضرتك انه هنا ما فيش اعلان من اجل ترويج اللبن لا المنافذ. لكن احنا بنتكلم عن هنا اعلان خبري ان بالزبط. حضراتكم واداره العلاقات العامه والاعلام في وزاره الصحه بالزبط. تخاطبنا احنا في برامج التوك شو وفي نشرات الاخبار انه يا جماعه اعتبارا من 1/9 لا تذهبوا، عارف لا تذهب تشرب الدواء الذي ارسلت ابنتك احمد ابراهيم الفيلم الشهير، لا تذهبوا الى منافذ الشركه المصريه من 1/9، اهل القاهره يروحوا منفذ كذا 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 كذا، اهل اسكندريه منفذ كذا 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 كذا. ده مش ترويج، ده نوع من الاخبار. اخبار بالظبط. ده فعلا كان في شويه تقصير لازم نعترف، لان احنا يمكن بحكم طبيعه شغلنا ما عندناش الحس الاعلامي قوي اللي عند حضراتكم، بنبقى قوي مشغولين بالحاجات الاستراتيجيه والشغل الفني وتوزيع وتدريب الاطباء والابلكيشن
وشبكة الربط ففعلا مفهوم. زي ما حضرتك بتقول هو ده اللي حصل، مع ان الشركة كان المفروض اولا اللبن نوعين، نوع تحت 6 شهور ونوع فوق 6 شهور. مظبوط. النوع اللي تحت 6 شهور ده كان زمان لونين، لون احمر بيتوفر حصريا في المنافس بتاعتنا والشركة المصرية وب3 جنيه، ونوع تاني عاملين لون العلبة اخضر عشان ما تتخلطش وبيتباع في الصيدليات ما بيتباعش عندنا ب17 جنيه. طبعاً. نظرا لان احنا يعني حققنا اللي هي الاهداف الالفيه في وفيات مكافحه وفيات الاطفال، الدوله ارتقت ان لازم تدعم النوعين اللي هو تحت 6 شهور دعم كلي. فنزلنا ال 17 ده ال 5 جنيه، وكان نفس الباودر اللي جوه كانت هي كان شكل العبوه اللي مختلف. يعني ثانيه واحده، هو ال 17 نزل لان في ناس قالت لك الثلاثه هو اللي بقى ب5، وال 17 بقى ب5. يعني كله دلوقتي بقى ب5؟ اللي تحت 6 شهور كله بقى ب5. تمام. اللي هو الطفل ما يقدرش ياخد غير لبن. ممتاز. فبالتالي لازم الدولة تدعمه عشان تضمن نمو الطفل ووزنه. فكل ده اتحول لتوجه كل الدعم للدعم يعني كل اللي اللبن تحت 6 شهور. اللي بيوزع لأطفال أقل من 6 شهور دلوقتي بيباع ب5 جنيه. بالظبط. تمام. اللونين اللي كان اللون لونين، اللي كان لونين هنخلص الكمية الأخضر القديمة، وبعد كده مش هيبقى فيه أخضر، هيبقى الأحمر بس. تمام. النوع اللي هو فوق 6 شهور بيبدا الطفل ياخد حاجات بجوار اللبن، بيبدا ياكل زبادي وشوربه وبطاطس فبالتالي هذا الجزء المكمل ده وكمياته اقل من الفتره الاولى، الدوله ارتقت ان هو مش محتاج دعم، مش محتاج الدعم، يعني اولى ان احنا ننقل كميه الدعم لتحت 6 شهور ونوفره بكميات، نعلي الكميات بتاعته بحيث الناس كلها تلاقيه في المنافس متوفر وكثره وتاخد كل الكميه اللي عاوزاها. فبقى سعره ب26 اللي هو كان ب18. 26 جنيه. 26 جنيه. تمام. ده بالنسبة لأنواع اللبن. طيب. كان زمان الحصة. أنا آسف للمقاطعة. اتفضل. إحنا دلوقتي اتكلمنا في أنواع اللبن، خليني أكلم حضرتك في الكمية. تمام. عندي استفسار وعلامة استفهام الحقيقة مش لاقي لها إجابة، حضرتك ممكن تجيبي لنا عنها. إنه رغم إنه عدد المواليد في مصر يزيد وعدد المستهلكين بيزيد والاحتياج إلى اللبن بيزيد، هذه السنة وزارة الصحة قررت انها تقلل عدد الالبان المستوردة، كان رقم وفقا لمعلوماتي حضرتك صحيح السنة اللي فاتت كان 23 مليون علبة، السنة دي وصلنا ل 18 مليون علبة. بالظبط. فايه الحكمة؟ الاحتياج زايد والطلب زايد وانا بقلل 5 مليون علبة من العرض. طب انا بشكر حضرتك على السؤال ده لانك كنت حنسى اجاوب عليه. اتفضل. اول حاجه المواليد عندنا في مصر 2.7 مليون طفل. على مستوى العالم النسبه اللي بتستحق استحقاق طبي للاطفال حوالي 10%. كويس. فاحنا عملنا 10% دي حوالي 260 الف طفل في السنه. واحنا قلنا بنتكلم من 10 ل 12، يعني مش هيزيد عن 350 الف في السنه، 350 الف طفل يعني المستحق اللبن. كل مناقصة أو ممارسة طبقا لقانون المناقصات 89 لسنة 98 بيحق لنا أن احنا نزود بدون حتى موافقة الجهة اللي احنا مستوردين كويس. منها نسبة 25%. ال 18 علبة لو زودنا عليهم ال 25% آخر السنة لو حسينا أن احنا محتاجين فور بنهاية السنة، دول 4.5 مليون، يعني بنتكلم في 22.5. نسبة ال 23 مليون علبة دي احنا شايفين وملاحظين ومتأكدين ان فيها نسبة تسرب كبيرة، فمش الاحتياج ده مش بيروح للأطفال الكمية دي، فاحنا ارتقينا ان احنا عشان تاريخ الصلاحية ان احنا نجيب 18 نزود اللي هو اللي تحت 6 شهور زي ما قلت لحضرتك، نخليه 12 بدل ما كان 9 نزوده، نحط الدعم في اللي تحت 6 شهور وبحيث احنا عندنا احتياطي من المناقصة اللي فاتت 4 شهور، معانا 3 مليون علبة أزرق و2 مليون علبة أحمر، إن احنا نمشي كل 3 شهور بنعمل، واحنا طبيعي العقد بيلزم الشركة بمخزون 3 شهور، لو الكميات لقينا الاستهلاك زايد نطلب الكمية دي. طيب يعني هو تفكير يعني عارف هو كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. تفكير منطقي، بس ليه ما عملناش العكس؟ يعني ما قلناش طب ما نحافظ على الاقل هذه السنه على الكميه 23 مليون واقفل منافذ التسرب، يعني انا عندي تسرب انا متاكد انه بيحصل. تمام. فبدل ما اقول اللي بيتسرب حوالي تقريبا 4-5 مليون فالغيهم، لا انا اخليهم بحيث ان بخلي فيه وفره اكثر طالما عندي القدره الماليه ان انا استورد نفس الرقم اللي بستورده السنه اللي فاتت، واخلي بدل ما يبقى الام ليها مثلا علبتين لبن في الاسبوع لا يبقى 3 علب في الاسبوع، يعني اقفل التسرب بدل ما اخلي التسرب ده هو اللي يرغمني ان انا اقلل الكميه فاللي يدفع الثمن هو المواطن. الحقيقه حضرتك الكلام ده مظبوط، بس احنا بصينا لها لوجهه نظر تانية.
اولا احنا التاريخ الصلاحيات بتاعت انتاج الالبان للمواد المضافه اليها اللي هي التقنيه المغذيات الدقيقه اللي احنا بنسميها دي بتبقى صلاحياتها من حوالي 14 ل 18 شهر. كويس. وما بتتحطش في ثلاجات، اللبن بيتحط في مكان جيد التهويه، درجه حراره لا تزيد عن 25 صحيح. درجه، ويتبعد 15 سنتي عن الارض وعن الحيطان وعن السقف. فاحنا خوفنا من الكميات الكبيره مع ان احنا هنقفل الرقابه الحيطان والسقف، يعني السقف بتاع المعمل حضرتك بتحط الكراتين فوق بعض يبعد عن اي حائط ملامس ليه عشان الرطوبه 15 سم، يعني لا يتحط على الارض، لازم يتحط على رف، على يعني. رف على طبليه خشب او على الرفوف اللي هي بتاعه الادويه الكراتين، وبرده نفس القصه عن الحيطان، وتبقى الغرفه جيده التهويه وما تزيدش الحراره عن 25. كويس. طبعا حضرتك عارف الاحتباس الحراري وفتره انتوا هنا راعيتوا فكره الصلاحيه اهم خفنا. من فكره الوف. كنا طيب ايش ضمنك بقى، مش ضمنك انت شخصيا كوزاره الصحه يعني، انه التسريب اللي كان بيحصل في 23 ما هيحصل في 18، وساعتها هتبقى المصيبه اكبر لان العدد اقل؟ لا ان شاء الله مش هيحصل، لان احنا احكمنا بقى الرقابه. كان الاول الناس بتروح في منافذ الشركه مجرد بس بشهاده الميلاد، فحتى هيئه الرقابه ما نزلت لقيت واحد ست معاه 9 شهاده ميلاد، الجيران بقى واخده توك توك بتلم عربيه لبن. احنا دلوقتي عملنا الرقم القومي بتاع الام والرقم القومي بتاع الاب والرقم القومي بتاع الطفل. طب هسألك هنا، معلش انا اسف المقاطعه، قد ايه يعني الحوادث اللي حصلت دي؟ يعني ما اعتقدش ان 90% من الامهات بيعملوا كده. لا هتلاقي واقعة 2 3 10 مش الامهات اللي بتعمل كده يا فندم، دي التجار اللي بتتاجر في اللبن، دي مش أيوة الامهات. يعني الشهادات دي ما بتبقاش الام اللي معاها. امال مع مين؟ ست، الناس اللي زي الدلالات اللي بياخدوا اللبن ده ويبيعوه. يعني تاجر بيجيب ست يديها 10 زي الناس اللي في اشارات المرور وكده بالظبط. وهو حد ينفع يتاجر في 5 أو 6 أو 10 علب؟ دي متاجره؟ لا دي كميات اكتر 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 من كده بكتير، اكتر من كده. مش هو وصل منفذ كل مواطنه او كل ام ليها علبتين في الاسبوع؟ ده بس الشركه اللي بتعمل كده العلبتين، انما احنا بندي كميه الشهر كلها الثمان علب على بعض لكل طفل. في المنافذ بتاعتنا حسب وزن الطفل. فهو الكميات اللي كانت بتتباع كلها بتاعت الشهر. يعني ليه؟ احنا بنصرف مره كل شهر. انا في رايي ان عشان الست ما تبقاش راحه جايه المواصلات والبيبي على ايدها يعني، واحنا محتاجين ان احنا نوزنه ونشوف وزنه وطوله كل شهر عشان نتابع النمو بتاعه. الحاجة التانية أن وصل بيع من المنافذ ل 2500 علبة في المنفذ الواحد في اليوم من منافذ الشركة، أكتر من النسبة اللي كانت مقررة أنها مسموحة لهم بالبيع، وابتدت المعدل ده يزيد كل شوية. يعني بدأت نسب هم أنتوا بتحطوا لهم معدل للبيع ونسبة للبيع بناء على إيه؟ وفي النهاية اللي هيجي لهم ومستحق هيصرفوا له. لا هم ما بيعملوش استحقاق خالص، أي حد بيخبط عليهم الشباك بياخد، ودي المشكلة. هتزعلي مني؟ لا يا فندم اتفضل، حضرتك ليك مطلق الحريه. ربنا يخليك. اصل فكره الاستحقاق دي كمان بتتعبني شويه. يعني ايه فكره مستحق؟ بالظبط. وانا عارف ان انتوا في ال 48 ساعه الاخرانيه يسرتوا الشروط مش يسرنا، هي القرار ده كان اساسا معني للاطباء مش للجمهور، للاطباء عشان يقننوا لهم. حضرتك عارف الناس بتخاف، بدل من السعر بقى 3 بقى ب5. لا لا انا فاهم انا فاهم، بس انا بتكلم على فكره شروط الاستحقاق يا دكتوره. شروط الاستحقاق دي مش احنا اللي حاطينها، دي منظمه الصحه العالميه بقول معانا راسي وعيني، بس منظمه الصحه العالميه مش عايشه معانا يعني. لا في النهايه دي حاجة انا حتى لما صحه الام بالراحه بس يا دكتوره واحده واحده لما تشوفي وانا المشاهد اللي اثرت فينا كلنا كانت موجوده يوم الاربع اللي فات. يعني اهو وانا دلوقتي مشاهد، بس هي طبعا هتبقى في خلفيتك، مش ممكن نشوفيها على الليد اللي ورانا او على الشاشه اللي ورايا دلوقتي اوريها لحضرتك. لو انا من حضرتك او انا وزير الصحه وشفت الناس دي، هكلم الشركه او هكلم المنفذ اقول لهم يا جماعه اي واحده من الستات اللي واقفين دول ادوها علبه لبن. لا سيبك من الضرب وسيبك من الاشتباك وبكاء، انا بتكلم على نوعيه الناس وشكلهم. لا ينفع دول في رايي يبقوا متاجرين، واحدة زي دي ما ينفع ما ينزلش عليها الاستحقاق اللي هي فكرة مش عارف توأم ولا أم مريضة ولا أم عليها سرطان ولا أم متوفية أو أم مش عارف كذا. أم وصل بيها الحاجة إنها تنزل تقف الوقفة دي في الزحمة دي في البهدلة دي في الحر ده عشان تاخد علبة لبن، وابنها عنده وضع إنه عنده أنيميا على كتفاه، انا في رايي انها مستحقه يا دكتور. دول السيدات دول طبعا مستحقه، مش بس كدا. اللي كانوا امبارح دول اللي كانوا لا سيبك من امبارح اللي عند رمسيس دول، انا عارف انه امبارح كان في ولا ست ولا لا انا عارف ان في بلطجه امبارح بالظبط دي كان كدا. في بلطجه ولا اصلا جايين برقم قومي، يعني دي ناس جايه. لا انا بصي انا ما الحق يعني. انا عارف اللي حصل امبارح عن صيدليه الاسعاف
يعني ممارسات بلطجية ايا كان فاعلها دي مجرمة ومش مطلوب. انا بتكلم على اللي حصل. لا السيدات دول طبعا مستحقين. هم دول اللي ما خدوش يا دكتورة. ما هو دول ما كانوش عارفين الاماكن عشان زي ما حضرتك قلت ما قدرناش نوصل لهم المعلومة صح. وده حصل لمدة ساعتين ثلاثة بس. مجرد بس إن لا انا مشكلتي ان وزارة الصحة ساعتها لما كلمناهم قالوا انه في جزء منهم كمان غير ان هم مش عارفين فيتوجهوا للمنافذ، في جزء منهم كمان ما بيبقاش مستحق. ودخلنا على مدار الاربع ايام اللي فاتوا في مجموعه من المتخصصين في فكره الشروط الاستحقاق. انا شايف انها شروط تعجيزيه شويه. لا مش تعجيزيه، زي ما قلت لحضرتك هي دي يعني لتشجيع الرضاعه الطبيعيه، دي مش تعجيزيه عشان نعلم الست تشرب ازاي وما تديش ولا نقطه ميه للطفل في خلال الست شهور، يعني دي حاجات لسلامه الام والطفل. تمام. معالي الوزير ارتقى ان الست اللي عندها مشكله في الرضاعه ان الناس مش فاهمه، فحاليا يعني في خلال النهارده بالليل او بكره بكثير هيصدر مكمل ملحق للقرار الوزاري يفسر الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، ان طفل او اكتر، ان الرضاعه قلت لاي سبب، ان مرض عقلي عندها صار ولا ربنا يعافينا، او كميه اللبن قليله، او عندها صعوبه في الرضاعه. هو ده الكلام، كميه لبن قليله، ست عندها مشكله في الرضاعه، عايز بترضع بس الواد بسم الله ما شاء الله فمحتاج زياده تكميليه. كل ده عمل مكمل موضح للحق ده لسه ما نزلش، ده النهارده راجعناه بيتجهز دلوقتي يعني. باذن الله. فانت شايف حضرتك ان هذا المكمل هيزيل كل اللبس اللي عند الناس، الخوف اللي عند الناس، القلق، ان احنا زي ما حضرتك بتقول بنعجز، لا وهيفتح الباب لمستحقين اكتر، هيفتح الباب لمستحقين اكتر. هو ده اللي يهمني ان شاء الله، لانه انا ما بقاش عارفه الوجع فين يا دكتوره بيحصل. ان انا عارف ان انتوا عاملين حاجه كويسه، عارفه لو انتوا، انا عارف ان وزاره الصحه عامله منظومه سيئه او مش عارف ايه او بتتاجر في اللبن او بتعمل كذا، كنا يعني الكلام اختلف تماما. لكن انا عارف ان وزاره الصحه وهنا ممثله عن الحكومه عامله شغل كويس، ودفع الحكومه من ميزانيه الدوله لدعم هذه الفئات غير القادره، وعامله منافذ وجهزتها وشغل كبير. فالواحد بيتاثر ان كل الشغل الحلو ده ويحصل المشاهد اللي احنا شفناها، ده المفروض الناس تبقى بتسقف لكم وبتقول لكم متشكرين واخديننا على كفوف الراحه، فبدل كل الجهد اللي انتوا بتبذلوه يقابل في النهايه بمعاناه يبقى حرام. هو طبعا حضرتك ليك كل الحق طبعا، والسادة المواطنين يعني وقفتهم دي على راسنا، يعني احنا اساسا شغلتنا ان احنا نخدم الناس، الوزارات الخدميه. صح. بس بقول لحضرتك فعلا المجهود اللي حضرتك بتقوله لا تتخيل احنا عاملين ايه. احنا عاملين شبكه ربط مؤمنه ملهاش دعوه بالانترنت بخوادم بيانات مع وزاره التخطيط، عشان نحكم الدايره عشان نضمن ان كل اللبن ده رايح للامهات. احنا ليس لنا اي غرض، لا نخفض ولا نقلل مفهوم. الدعم ولا احنا كل اللي احنا عاوزينه ان الطفل المستحق، لا مش من اللائق ان حد يسيب شغله طول اليوم ويلف على 10 صيدليات عشان يجيب علبه من هنا. صحيح. وعلبه من هنا. صحيح. يروح. وبعدين احنا دلوقتي عملنا حاجه تانية يا فندم، احنا دلوقتي لو هي ست من القاهره وبتصيف في راس البر او في حاجه تقدر تصرف من اي مكان هي فيه، مفيش حاجه اسمها اللي هي مربوطه عليه واللي فيه البطاقه اليدويه بقى تاخد من اي حته، هو مجرد هتروح مكان تاني لو خرجت من ده دخلت المنفذ اللي بعديها هيخش يلاقيها لسه صارفه في نفس اليوم، فهيعرف انها. طيب في جزء بقى متعلق بالشغل الالكتروني المميكن اللي حضراتكم عاملينه دلوقتي، معلوماتي وحضرتك تصححي لي، يعني ان الاجراءات كانت زمان ببطاقه الرقم القومي للام وشهاده الميلاد للطفل. تمام. ده كان وسيله الصرف. تمام. الان وسيله الصرف انه بيتقدم بعض الوثائق منها قسمه الجواز وشهاده الميلاد وكذا وكذا لحد ما نطلع البطاقه. تمام. المميكنه اللي هي الكارت الذكي. تمام. الولي الامر بيروح او وليه الامر ايا كان يعني بيروح بيدفع 15 جنيه مره اولى مره واحده، وبعد 10 ايام بيروح أسبوعين. بعد اسبوعين بيروح يستلم الكارت الذكي او الكارت المميكن. مظبوط. مظبوط. حلو. سؤالي بقى ليه العربيه قبل الحصان؟ يعني لا احنا بنصرف يد، مفيش عربيه، احنا شغالين بقالنا شهر شغالين الابلكيشن بيقبل. حضرتك عارف كانت ناس بتقول لنا العكس، ليه ما طبعتوش الكروت الاول وبعدين. أيوة أنا بقول كده. ما الاولاد لسه ما اتولدتش يا فندم، كل يوم بيتولد الاطفال، كل يوم عندنا مواليد جديده، وانا بربط الطفل الجديد ده برقم قومي والدته ووالده عشان لا طب خلينا في المولود الاول يا دكتور. ماشي. ما انا يا دكتوره يعني ماشي، بس ما خلينا في قديم وفي جديد. القديم يعني ليه ما قلنا ليه الوزاره خدت قرار قالت لك من 1/9؟ لا خدنا كل القديم، معانا 500 واحد من القدام الباتش بيطبع، يعني بقى لنا من شهر 8. بالراحه بس يا دكتور. ماشي. بيطبع. انا سؤالي ليه ما ابتديناش البروسيس دي او العمليه دي؟ ما كانش عندنا البيان، كان لازم من شهر شهرين، بحيث ان انا اقول انه على الاقل
ان كل طفل مولود حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم حتى 1/9 اللي هو اللحظه اللي هتطبق فيها لا هيتولد ده له رب يحميه هنتصرف معاه لحد اللي بدايه القرار. احنا ضامنين ان كل طفل مستحقه وكل ام هتيجي كذا معاها في ايديها البطاقه المبيكنه. لما اطمن انه 90% من الامهات دول معاهم البطاقه المبيكنه اقول يا جماعه واحد الشهر الجاي ايا كان يطلع الشهر الجاي ده كام بس كون انا جهزت البنيه الاساسيه بتاعتي. تكنيكيا ما اقدرش اعمل حضرتك بتقوله لان انا اللي مستحق ده 10% من الناس، فالمستحق ده ما فيش اي حد يعرفه الا لما هيجي الطفل يكشف. يعني ايه 10% من الناس؟ 10% من المواليد بس هي اللي بتستحق الاستحقاق الطبي. لا مش انت ما فهمتنيش يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك ليه بدل ما تقوله للشركه واللي كان المفروض حضرتك قلتي برضو ان في تقصير ان احنا ما قلناش للاعلام ولا لاخبار الناس انه كده، ليه ما سبقش ان 1/7 مثلا تطلعوا ببيان ينشر على وسائل الاعلام وفي المواقع او حمله زي اللي بتطلع بتاع تنظيم الاسره وشان الاطفال ومش عارف ايه، يا جماعه لو سمحتوا بعد كام شهر صرف بالبطاقات المواليد ومش عارف ايه مفيش، تقدموا الان الصرف هيفضل ماشي زي ما احنا بس تقدموا الان ادفعوا ال 15 جنيه خلال اسبوعين هيبقى معاكم الكذا. اول ما يحصل ده من ال 10% اللي حضرتك قلت عليهم وعرفوا وسمعوا وطمنتوا انه اسبوع بعد اسبوع النسبه الغالبه عرفت وجم وقدموا واستلموا كمان الكارت المميكن وبقى في ايديهم واستمرنا لمده شهر والكارت في ايديهم بنشتغل بالبطاقات عادي، لو خلاص بقى ستوب يا جماعه 1/10 1/9 1/11 ايا كان. ما هو ده اللي حاصل بالبطاقه المميكنه بس. ما هو اللي حضرتك بتقوله ده هو اللي حصل بس بدل 1/7 احنا بادين من 1/9 احنا شغالين يدوي. ايوه انتوا اعلنتوا يا دكتوره في نفس اليوم اللي قررتوا تقفلوا بيه. لا نقفل بيه المنافذ الثانيه مش نقفل بيه الصرف اليدوي، احنا منافذنا شغاله صرف يدوي زي ما هي. والناس بتيجي تتقدم وبنقول لها مطلوب الاوراق اللي حضرتك قلتها دي. تمام. والناس بتروح تدفع وعندنا دلوقتي 500 حاله الاسبوع اللي فات من قبل 1/9 الاسبوع اللي قبل 1/9. طب ممكن نوسعها شويه؟ طبعا ممكن. يعني بدل 15 يوم؟ لا ما فيش مشكله احنا بنقول للناس ان يعني هو يعني بتقولوا دلوقتي هنصرف يدوي وموجود هنصرف يدوي احنا بنصرف يدوي لحد ما تطلعوا البطاقه اللي انتوا بتقولوا هتاخد 15 يوم بالظبط. فانا خايف ان يوم ال 16 تقولوا اوب. لا يا فندم مش هيحصل. لا مش هيحصل. طيب يعني وسعوا شويه المهله عشان الناس مش هتبقى ملتزمه قوي باليوم. اسبوع عيد يا فندم كل سنه حضرتك وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. لا طبعا مش هيحصل. فهتوسعوا المهله. ايوه طبعا لحد ما تطمنوا، يعني ما تدوش ديدلاين الا لما تطمنوا ان اكبر قدر ممكن بالزبط. قدم الورق واستلم بطاقاته بالظبط عشان ما نقفلش يحصل نفس ال. لا ان شاء الله مش ان شاء الله. فكره السيارات المتنقله اللي انتم عملتوها كحل امبارح دي قدام الاسعاف عشان المشهد المسيء ده، دي فكرة هتستمر ولا ده كان لحل طارئ امبارح؟ لا لأي طوارئ. النهاردة عملنا يعني هو امبارح اللي حصل ده أنا كنت يعني مذهولة من اللي بيحصل. يعني اللي حضرتك عارف الإسعاف بتاعتنا برضو في رمسيس وكل شوية المتحدث العالمي بيكلمني في تجمع الدبابة الفيس منزل الجيش نزل أكلم الإسعاف على سلكي عربية الإسعاف تلف فيش أي حاجة الدنيا هادية. دكتورة هالة مفيش، كل شوية يجيلي حد بيقول إلحق هوب بتاع. فقررنا ان احنا نجهز نجيب العياده وننزل الناس ونفتح المخازن بالليل وندخل اللبن. امبارح كان يوم تراجيدي يعني عشان ما تحصلش هذه الماساه الثانيه احنا هناخد دايما بلان بي التدابير. جهزنا النهارده مع الوزير كان في اجتماع 27 مديريه هنعمل مخزن طوارئ شغال 24 ساعه في احدى المستشفيات عربيه متنقله تحت الطلب بسائق نبطشيات جاست ان كيس زي ما بيقولوا لو حصل اي حاجه لا قدر الله عاجز العربيه الشركه بتغلس علينا ما راحتش المنفذ يبقى عندنا كميه ستوك شهر او شهرين نقدر نحركها منافذنا داخل المحافظه ما نستناش اما تيجي من محافظه تانية. تمام. فهو ده اللي هنعمله. دلوقتي الجزء الاخير متعلق انه انتوا منعتوا الشركه المصريه لتجاره الادويه من توزيع اللبن. من البيع مش من توزيع. من البيع. ما هي انا معلوماتي ان هم الناس بيقولوا احنا يا جماعه ما عندناش لبن، احنا اللبن ده بتاع وزاره الصحه عهده عندنا. بيقولوا كده بس بيعملوا غير كده. هو انتوا بينكم ايه وبين الشركه يا دكتور؟ احنا مفيش بيننا وبين اي حاجه لان دي شركه مصريه قوميه. بالظبط. وانا مستغرب دي شركه. انا كان معايا هنا الاستاذ محمد وهب الله عضو مجلس اداره الشركه بالظبط وكمان كان معانا الدكتور عادل رئيس الشركه والاثنين بيقولوا احنا عادل طلبه قال لك احنا شركه قطاع اعمال عام مملوكه بالكامل للدوله، ارباحنا حتى لو بنحقق ارباح بتروح لخزنه الدوله مش عارف ايه، فبالتالي
من وجهه نظرهم من مصلحتنا ان الحاجه تجي لنا لغايه عندنا. انا جاي لك اهو في المهم يا دكتور. هو بقى بيقول من مصلحتنا ان احنا نخدم وزاره الصحه ونتعاون معاهم وكذا، فلماذا من وجهه نظرهم لماذا تعادينا وزاره الصحه؟ لا، وزاره الصحه لم تعاديهم، وزاره الصحه اختارتهم زي ما بقول لحضرتك، ومعانا المكاتبات الرسميه شهر 7 وشهر 8 وزعوا اللبن الازرق. أيوة، ده عمره ما دخل. يعني هم بيقولوا احنا كنا بنشترك في المناقصات بتاعه التوريد، حرمتنا وزارة الصحة وقصرتها على بعض الجهات الأخرى وأدخلت بدلنا كمان بعض شركات القطاع الخاص، وده مش تصرف غريب. لا، ثم الآن لم يحدث في الألبان، ما أعرفش في غير كده. أنا يعني القطاع بتاعي اللي أنا أشرف برئاسته هو الأستاذ محمد وضل على كلامه، قال إن إحنا كنا داخلين في آخر ثلاث مناقصات ومناقصتين منهم لما رسيوا علينا عشان نشترك في توريد في استيراد اللبن، وزارة الصحة ألغت المناقصة ده القديم بتاع السنة اللي فاتت. أيوة، اللي عملوا فيه الاستغاثة. الله يفتح عليك. أيوة. وفي الآخر أبلغتنا وزارة الصحة، الكلام ده كله على لسان المسؤولين في الشركة. أبلغتنا وزارة الصحة إنه من الآن في جهة سيادية هتقوم باستيراد اللبن، وفوجئنا إن بعض الشركات القطاع الخاص هتخش كمان في مناقصات توريد اللبن، فقال لك احنا حرمنا من توريد اللبن والان نحرم كمان من توزيعه وبيعه. لا، دي مش حقيقه. العقد ما انا معايا صوره منه، لو حضرتك تحب نبقى نبعته لفريق الاعداد بتاع حضرتك. معانا امر الاسناد ومعانا التعاقد كله، الحق الاستيراد للشركه المصريه وتحتيها هي شركات، لان احنا قررنا ان يبقى اللبن من كذا بلد، السنه دي من سويسرا وفرنسا وبلجيكا، لا قدر الله يحصل حاجه نووي او البلد يحصل حاجه يبقى عندنا بديل. مصنعين تانيين بديل، فهي اللي بتستورد كله وهي اللي بتوزع، المفروض توزع لغايه تخزن عندها، والعقد بيقول انها تسلمنا حصه شهريه. فكنا عاوزين نستلم حصه 1/9 اللي حصلت عليها الالبان ده من نص 8 او من 10/8. كل يوم نبعت لهم يقولوا لنا بكره اصل لسه ما اتفتحش كود للفرع، اصل كل يوم كل يوم كل يوم. طيب خلاص. فيعني بس لو سمحتي ابعتي لنا صوره من العقد لو سمحتي لزملائي في الاعداد عشان كمان يبقى عملنا شغلنا بامانه كامله. سؤالي الاخير، طالما احنا كلنا مستقرين انه ما فيش مشكلة في اللبن ككمية وعندنا وفرة، بس المشكلة كانت في التوزيع والإجراءات، ليه الجيش أسرع وأعلن أنه حيضخ 30 مليون علبة يتم استيرادها وبيوزع العلبة أو يبيع العلبة بسعر 30 جنيه دعما منه لأطفال مصر؟ زي ما حضرتك أكيد تسمع من جيرانك ومعارفك إن علب اللبن الغير مدعوم، يعني خلينا نقول في لبن مدعوم ولبن غير مدعوم. مظبوط. الغير مدعوم وصلت من 50 و60 و65 ل 100 جنيه. صح. ومش موجودة. مظبوط. والشركات العالمية بدأت تتحكم في أقوات الناس، فبما أن الجيش دايما له مسؤولية وطنية وقومية لصالح المواطن، فدي الصفقة اللي حصلت دي مش دعم لوزارة الصحة، دي للمواطن لمكافحة الاحتكار للشركات العالمية. بدل يعني ده مش لبن منافس للبن ابو 5 جنيه و16 جنيه، ده لبن اللي هيتباع ب 30 جنيه اللي كان بيتم احتكاره ومغالاه في سعره ب 60 و70 وبعبوه مختلفه عننا. العبوه بتاعتنا عليها مكتوب عليها دعم واحمر وازرق، العبوه بتاعت القوات المسلحه اعتقد ان عليها مع تحيات القوات المسلحه وتحيه مصر اعتقد ذلك، فالعبوه مختلفه تماما، مش هي ومش من مخازننا ومش ممتاز. ومع كامل تحياتي تامر امين والحياه من شخصك الكريم، شرفتينا يا دكتور. شكرا جزيلا. مرسي. مشكور حضراتكم، اشوفكم بكره حرب.